طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع المحاضره، مش عارفين رقمها، بس المهم ميعادنا مع المحاضره الاولى في البروكيرمنت، في ازاي ندير المشتريات خلال المشروع. المفروض 20، مش مشكله، الرقم مش قضيه. تمام، ان شاء الله بعون الله. انا كنت بحمل الخمس اسئله بتوع الريسك المره اللي فاتت عشان نجاوبهم مع بعض، بس معلش اتاخرنا فيهم. فهل انتوا معاكم الاسئله؟ يعني هتكلم وانتوا معاكم الاسئله تفتحوها، ولا تحلوها تبقى واجب؟ يعني مش شغالين مع بعض، تحلوها واجب. تمام، خلاص ماشي. المهندس من المنسي بعد ما ان شاء الله اشوفها يا باشمهندس. خلاص، في معظم الناس ايه بتقول ان هو واجب ان شاء الله. طيب، نقفل بقى ده، نحاول نلغيه. طيب، نبدا ان شاء الله بعون الله. والاول خالص، يعني الواحد لينا تعليق كده. معلش، انا برضو لسه، انا بعت الناس كتير الامتحان بتاعها، درجة الامتحان، وفاضل بعض الناس. معلش هنحلها، انا لسه عايزنا نحلها عشان نعرف الصح وانا بنذاكر. طب حاجة تبعتها وانا احلها مع حضرتك المحاضرة الجاية، هقول لك اجاباتها كذا وكذا وكذا، او احاول المره الجايه ان انا احطها من بدري شويه. معلش، محمد محمد اويس يعني ان شاء الله. طيب، كنت بصحح يعني جزء من الناس في الامتحان، وللاسف فاضل في فاضل جزء، ان شاء الله المره دي هصححه. اكيد هو احنا كلنا لما صححنا ناس عرفت درجاتها يعني، لكن عشان برضه ايه اتاكد، فوجدت يعني وجدت اشياء كتيره في الامتحان، وانا بصحح الامتحانات وجدت اسئله بسيطه. ناس كتير دخلت الامتحان من غير استعداد، يعني انا شايف كده ان في ناس كتير دخلت الامتحان من غير استعداد، لان اسئله مباشره بتحلها غلط. وفي ناس وجدت عيب من العيوب موجود عند ناس برضو، يبدا الامتحان ممتاز. احد الناس بدا الامتحان، يعني كان حاجه غريبه جدا، بدا 30 سؤال، جايب 28 من 30 في اول 30 سؤال، يعني واضح كده انه هيتفوق تفوق جامد جدا. وإذا به في ال 20 سؤال الأخيرة يعني حل يعني ضعيف، فرق كبير قوي. تمام؟ ده بيدل على عيب معين أنا قلته له بعته له، لكن يعني بصفة عشر مش قصدي على حضرتك، أنا ما أعرفش، أنا نسيت مين. ممكن بس بطيء. عيب بطء، ما أنا بتكلم على هذا العيب يا باشمهندس حمد. أنا عايز أتكلم، لا حضرتك حضرتك جايب 40. أنا من عارف حضرتك جبت 40 50 إن شاء الله، ربنا يوفقك. طيب، أنا بتكلم على إن هو كان في تركيز جامد. لا هو مش البطء، لا، لما تحل 30 سؤال 28 صح من 30، يبقى معناها ان انت كنت داخل بتركيزك. تمام، كنت داخل بتركيز عالي جدا، وبعد ذلك بدا التركيز يروح، واخد بال حضرتك؟ وده عيب خطير جدا جوه امتحان بقى بي ام بي ابو 200 سؤال مش 50 سؤال، واخد بال حضرتك؟ فمن العيوب ان احنا عشان نداري العيب ده نحل كتير ونحبس نفسنا، يعني نحاول نحبس نفسنا عشان نحل كتير مع بعضه. 20 30 سؤال ورا بعض نحاول نحلهم، مثلا من ريتا نحاول نقضي على العيب ده، ان انا بعد 30 سؤال تركيزي ما يروحش، مش بعد 100 سؤال. تخيل حضرتك الامتحان ان شاء الله، امتحان بي ام بي ان شاء الله ما حضرتك تدخله، هتلاقي نفسك ان انت فات ساعه وانت حليت 100 سؤال، ال 100 التانيين فعلا بتلاقي العمليه بقت صعبه جدا جدا. لذلك بنصح طبعا اي حد في الامتحان يعمل نفسه ريست، يعني لازم يطلع ريست مرتين، او انا كنت بطلع، انا طلعت مرتين، واخد بال حضرتك؟ فعلى الاقل مرتين، ان انت لو قعدت بنفس الشحنه وتعبان جوه، فهتلاقي يعني فعلا التركيز هيروح تماما تماما تماما. دي بس كانت بعض التنويهات اللي دي كان تنويه من التنويهات. بعض الناس بيحل اسئله صعبه جدا وبيسيب اسئله بسيطه جدا، واخد بالك؟ يعني نركز شويه يا جماعه في الاسئله. الريست من وقتنا. طيب، الاول المهندس كمال عسكر يقول الامتحان الجاي امتى؟ باذن الله يا باشمهندس محمد ان شاء الله لما نخلص خالص، حد الاول امتحان اولاني في الثلاثه نولج الاخيره او الاربعه نولج الاخيره، وبعد كده ناخد ريست اسبوعين او اسبوعين او ثلاثه، ونعمل الامتحان النهائي. يعني الامتحان الجاي ان شاء الله بعد ما اخلص البروكيورمنت، اخلص انتجريشن، قدامنا المحاضره الجايه، ادي محاضره واثنين كمان يبقوا ثلاثه تقريبا، بعد ثلاث محاضرات من النهارده ان شاء الله. امتحانات يعني امتحان يبقى التالت يا الرابع. المهندسه وقايه بتقول انا عارف والله الموضوع صعب، انا عارف والله، انا عارفه. واي درجه حضرتك، اي حد بيجيب اي درجه النهارده معانا
يبقى ما شاء الله عليه، لان هو لسه محتاج يقعد مع نفسه وقت كبير. واعرف ان مهما كان الانستراكتور قوي، مهما كان الانستراكتور بيشرح لك كويس، مهما كان مش هو اللي بينجح، حضرتك اللي بتنجح. توفيق ربنا اولا، وبعد كده بمجهودك انت. انت بتفتح اي انستراكتور مهما كانت قوته هيفتح لك بعض المواضيع، لكن بعد كده انت اللي بتبذل مجهود عشان تعرف تنجح. تمام. اه ماشي تمام. ما صعب يقول الموضوع صعب ويحتاج وقت، عارفين احنا الكلام ده. طبعا طبعا الموضوع صعب ويحتاج وقت، احنا بس ايه بننوه، احنا بس نركز شويه، ما فيش مش اكتر من كده. طبعا الموضوع صعب، انا مقتنع معاك الموضوع صعب، لكن عايزين بقى الاراده تظهر، يعني ارادتنا تكون اقوى من كده شويه، وان شاء الله يبقى الناس اللي بيحضروا معانا 50 60 ان شاء الله يبقوا قريب جدا سيرتيفايد بي ام بي. المهندسه رقيه، استاذه رقيه بتقول لحد، بتقول لي ريست من وقتنا. ماشي، ما هو من وقتنا بس يعملها ريفريش. انا مقتنع طبعا الريست من وقت حضرتك او واخد بال حضرتك، لكن في نفس الوقت انت لو ما طلعتش ممكن الاداء يسوء تماما، هتضيع كام 3 دقائق دقيقتين، لكن في نفس الوقت تاخد تشم هواء، يعني الامر اللي جوه بيبقى الامر صعب صعب شويه. ماشي تمام خلاص، نبدا ان شاء الله البروكيرمنت، وزي ما انا وعدت حضرتك المحاضره ان شاء الله ممتعه، والمحاضره الجايه تبقى ايه امتع كمان، يعني المحاضره دي ممتعه واللي جايه امتع ان شاء الله باذن الله، لان كلنا اكيد اللي دخل في لجنه فحص وتحليل، اللي دخل في لجنه بيشوف ترسيه العطاءات، تمام، اللي عمل تكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعت شروط ومواصفات تيرمز اند كونديشنز بتاعت بروكيرمنت، كلنا كمهندسه او ناس اشتغلت في المشاريع دي الحاجه اللي كلنا اشتركنا فيها. ربما بعض الاشياء الثانيه زي الريسكس هتلاقي نادر اشتغل في الريسكس، في السكوب، في لا ممكن يكون ناس اشتغلت او ما اشتغلتش، لكن طبعا كتير من الناس اشتغلت فين؟ في موضوع البروكيرمنت، واخد بال حضرتك؟ لذلك هتجد انه ايه؟ ان شاء الله في معرفه كويسه عند الناس، وهيبقى في ان شاء الله تقبل جامد، لان هو في احتكاك بالحياه جامد. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا عشان نعمل اداره المشتريات للمحطه، اداره المشتريات للمشروع، نعمل اداره المشتريات، هنعمل اربع بروسيز، انا هنعمل اربع عمليات. اول عمليه ان احنا هنعمل بلان للبروكيورمنت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يكرمك. طب والله اكتشفت ان في فرح جنبي الاول ما لقيت حاجه، بحاول ادور على سماعه. اول حاجه ماشي تمام كده، ان احنا هنعمل تخطيط للمشتريات. اول حاجه، اول بروس عندنا اللي هي بلان للبروكيورمنت، ان احنا بنعمل تخطيط للمشتريات، تخطيط لكل عمليه من العمليات اللي هتتبعها، بنخطط ازاي هنتعامل مع البروكيرمنت، تمام، و يعني وكوندكت بروكيرمنت، بنخطط ازاي نتعامل مع ايه التولز اللي هنستعملها في الكوندكت بروكيرمنت. بالنسبه لي بعمل بلان للبروكيرمنت، يعني بعمل تخطيط المشتريات بتاعتي، ازاي هيتم الكوندكت وهيتم الادمنستر بروكيرمنت وهيحصل كلوز، هنقفل العقد ازاي اللي احنا عملناه، تمام. طيب الكوندكت بروكيرمنت هيبدا من امتى؟ حد يقول لي، حد عنده فكره؟ يعني كلنا عندنا فكره من امتى بيبدا الكوندكت بريكورمنت؟ نشوف كده الناس كده اخبارها ايه في الموضوع ده؟ بالتعاقد مع المقاول، التخطيط، تخطيط ليه؟ لا ده احنا هنا عمليه تنفيذ، ماشي، ما هو التنفيذ مهندس عمرو، لكن انا بتكلم بيبدا من امتى؟ تمام، يعني هو مهندس محمد احمد بيقول امر الشغل، ممكن نقول انت فهمت السؤال، تمام ماشي ماشي، بدايه التنفيذ او قبلها؟ لا لا مش بدايه التنفيذ، هو طبعا من امتى بيبدا الكوندكت بريكورمنت؟ من اول ما بيجي لك طلب للشراء، اعتمدنا ان احنا هنشتري حاجه الفلانيه، بنبدا بقى كوندكت بريكورمنت، بنبدا من اداره المشتريات. اداره المشتريات تبدا تقول ان هي عايزه تشتري الحاجه الفلانيه، طب عايز اشتريها، ايه اللي بيحصل فيها؟ بيقدموا الشروط والمواصفات، كراس، بيسموها طبعا كلنا عارفينها كراس الشروط والمواصفات. طب بعد ما نكتب كراس الشروط والمواصفات، بنبدا ان احنا نراسل اللي هم سجل الموردين عشان يبعتوا لنا عروض اسعار. بعتوا لنا عروض اسعار، كل ده كله جوه كوندكت بريكيرمنت، عشان بس نفهم الاربع عمليات دول ايه. الناس بعتوا لنا عروض اسعار وعملنا مناقصه ورسل عقد على شركه معينه، كده انتهت مرحله الكوندكت بريكيرمنت، بامضاء العقد انتهت مرحله الكوندكت بريكيرمنت. يبقى تفهم ان اخر حاجه في الكوندكت بريكيرمنت ان هو قضيه العقد بتاع الشركه. تمام؟ طيب. بعد كده ببدا ادمنستر بريكيرمنت. بتبدا مباشره بعد العقد. ازاي بقى؟ ازاي؟ بدير العقد بعد توقيعه. ازاي ان انا بتصل بالمورد وهيجيب لي الشحنه امتى؟
وتجيل الدفعات بتاعته في الفلوس زي ما هو مفروض تجيب معادها. كل ده بالنسبه لنا في مرحله المونيتورنج اند كنترولنج، هل العقد بيتنفذ فعلا ولا في مشاكل في التعاقد، وهل هيحصل تشينج في العقد، تغيير يحتاج له المشروع. كل ده فين؟ في الادمنستر بروكيورمنت. طب انتهى بقى العقد والراجل ادى الشغل زي كما هو مطلوب، لو هو او ورد الحاجه زي ما هي مطلوبه، ببدا عمليه التقفيل. انا اعمل كلوز للبروكيورمنت. طب بقفله ازاي؟ بقفله بعمل كلوز، يعني بان هو بعمل عمليه تسويه، بقبل المنتج النهائي اللي هو اداهولي. بعد ما اقبله بتبدا عمليه ان انا قفلت قفلت اللي هي العقد ده، وقفلت النوع ده من المشتريات. نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. البروجكت بروكيورمنت مانجمنت دي بروسس اللازمه علشان ان انا عايز اجيب منتج او خدمه او ريزلت محتاجها من بره المشروع. انا بالنسبه لي عايز اجيب حاجه زي منتج، او عايز اورد عماله، اورد ترمبه، اورد موتور، اي حاجه عايز اجيبها من خارج المشروع. دي كلها عمليه البروكيورمنت. ممكن تكون البروكيورمنت سيرفيس، خدمه، اعمل عقد استشاري، تمام. ممكن يكون مركز ابحاث هيعمل لي نتائج. ممكن العقد يكون ان انا اجيب برودكت سبلاير هيؤدي لي هذا الامر. طيب بيشمل ايه بقى؟ بيشمل بلاننج، تخطيط للامر ده، اكوايرنج ذا برودكت اور سيرفيس، تمام، شوزنج ذا سورس، بتختار مين اللي هيجي، بتدير العقد، اخر بتقفل العقد. ده مختصر البروجكت بروكيورمنت مانجمنت. طيب اداره المشتريات في المشروع نوعين. في نوع اسمه سنترلايز كونتراكتنج. يعني ايه؟ يعني اداره البروكيورمنت موجوده في الشركه اداره رئيسيه، تمام، مش موجود معايا في المشروع. هو قسم واحد البروكيورمنت موجود في شركه المقاولات اللي انا شغال فيها، تمام كده، وبيدير كذا مشروع مشتريات بتاعته، مركزيه، سنترلايز كونتراكتنج. ان هنا في مركزيه، ان هي اداره واحده بتبقى موجوده هنا، اداره بروكيورمنت واحده، وبتدير المشروع ده والمشروع ده والمشروع ده، اكتر من مشروع. طيب لما يكون في مشكله عايز يتعامل بروكيورمنت، يتصل بمدير المشروع عشان يساعده، او العكس، تمام. بروجكت مانجر عايز حاجه معينه، عايز يورد له، بيخدم على جميع المشروع، عايز يورد له، فيبدا يقول له انا محتاج الشيء الفلاني للمشروع بتاعي. يبدا الباشا يفتكر بقى مشروعه هو ايه. احنا بالنسبه لنا هو قسم واحد موجود بيخدم على كل المشاريع، زي ما زميلنا قال لنا انه بيخدم على كذا مشروع. طيب فيها ميزه في ايه الميزه الجميله؟ لا احنا بنتكلم ان ممكن يكون موجود قسم المشتريات جوه المشروع، ولا مش الشركه نفسها بره المشروع. السنترلايز ده معناه ان هو بره المشروع نفسه كمان. انما الديسنترلايز النوع الثاني لسه هنقول ان هو يكون جوه المشروع بتاعي، في واحد متخصص قسم المشتريات جوه المشروع بتاعي. طيب في الشركه او الاداره، ماشي؟ طيب بيقول لحضرتك، طب عايزين نسال سؤال، ايه الميزه اللي هتكون عند الناس اللي بتشتغل في قسم البروكيورمنت اللي جوه الاداره مش جوه الشركات؟ نفس التوريدات، نفس النوع المشاريع. هم هيبقى عندهم خبرات، الله ينور، عندهم خبرات في شغل المشتريات. هيبقى عندهم خبرات في شغل المشتريات، لكن خلي بالك لان هم، انت طبعا انت بتشتغل مع زميلك، كلنا قاعدين متخصصين ومركزين مع بعض في الشغل، فانت هتلاقي عندنا خبره عاليه في المشتريات. لكن خلي بالك حضرتك في عيب جامد قوي. ايه العيب ده؟ طيب يبقى العيب اللي هنا ان هو طبعا مش ماشي مع ظروف مشروعك، علاقته بالمشروع ضعيفه، اتصاله بالبروجكت مانجر قليل، في مشكله في الاتصال. خلي بالك حضرتك ان ممكن جاي يتصل يكون هو في اجتماع، يكون في مشكله، تمام؟ لا، قله الخبره مش موجوده، لا قله الخبره موجوده، لكن احنا بنتكلم على عدم سهوله في الاتصال مع مدير المشروع، وده ممكن يعمل مشكله. فده العيب اللي فين؟ في السنترلايز. في ميزه ان هو هيكون له خبره في المشتريات، خبره عاليه، تمام، كلام جميل، اولويته مختلفه عن اولويه المشروع، تمام، اولويه المشروع، ما عندوش انتماء، مش خايف على المشروع، كل الكلام ده تمام كده،
لو ما عندوش اهتمام بالمشروع بتاعي، هو بيتكلم عن الشركه فوق، كل الانتماء ليه للشركه بس. طب نبص على الديسنترلايزد كونتراكتنج، بيبقى بروكيرمنت ديبارتمنت هاند البروكيرمنت اون ذا بروجكت. الراجل ده في الايه؟ في البروكيرمنت. البروكيرمنت مانجر واحد من التيم بتاعه، يعني البروجكت مانجر هو المدير بتاع البروكيرمنت مانجر، تمام؟ يعني في ايزير اكسس، في سهوله اتصال، سهل كوميونيكيشن، في سهوله اتصال. غير كده عنده انتماء للمشروع كبير قوي. النوع الثاني عارف ظروف المشروع، تمام، يبقى عنده ايه بالنسبه له، عارف كل حاجه في المشروع، ديسنترلايزد كونتراكتنج. يبقى كده احنا عرفنا النوعين، في نوع بروكيورمنت بيبقى موجود في الاداره، بيدير مشتركات المشاريع كلها، ليه مميزات وليه عيوب. لما في واحد تلاقيه شغال معاك في المشروع، تلاقي شغل كويس في المشروع لكن خبراته مش تكون بنفس قوه اللي شغال في قسم المشتريات. مش ده، احنا بنستفيد من الخبرات الاخرى. طبعا في عيب تاني، ان هوم افتر فينيش ذا بروجكت، تمام، حلو الكلام، جميل قوي. العيب ده ان في هنا عيب، ان هو في الاخر بعد ما يخلص، لان هو شغال في مشروع ونظامه هيبقى بروجكتايز بالنسبه له، هيبقى في الاخر هيروح على المكان بتاعه. هو ده نوع بروجكتايز، تمام، ده هيكون نوع بروجكتايز اكيد، مفيش كلام. الاولاني ممكن يكون نوعه يعني فانكشنال، ان هو وظيفي، ان احنا يعني احنا هنا حاطين الامر وظيفي واتخذ الناس، وان كان برضه مرتبط، ان احنا بنتكلم على وظيفه واحده مش بنتكلم على بقيه الوظائف. هنا قد يكون النوع ايه؟ فانكشنال، والله اعلم. طيب تعالوا نقول مين اللي له حق يمضي العقود؟ قولوا لي كده، عايز اجابه كده. لا ما تقوليش بي ام، بي ام في عندنا اتنين بي ام. سبونسر؟ بنتكلم يعني يمضي العقود مدير المشتريات. لا احنا بنتكلم عقود ايه يا جماعه؟ عقود المشروع بتاعك، هتجيب مورد هيمضي يبقى بتاع، ايوه مدير المشتريات. لا ماشي، انت حضرتك بتقول مدير المشروع، ما مدير المشروع اللي يمضي هيكون في الغالب مدير المشتريات مش مدير المشروع. المسؤول على البروكيرمنت تخليص العقود هو مدير المشتريات، تمام. طيب مين اللي هيبعت انفيتيشن يعني للشركات تبعت عروضها؟ هيبقى برضه بتاع البروكيرمنت. طب ايه فايده مدير المشروع هنا؟ مدير المشروع له فايده كبيره جدا. فايدته انه يوضح involved in creation and negotiation of contracts. يجي بقى يجي معايا يقول له خلي بالك، لابد واحنا بنعمل الكونتراكت، خلي بالك يعرف الريسكات اللي موجوده، خلي بالك وانت تكتب العقد ان المشروع هيخلص سون كذا، معرض التوريد تجيبوا لهم كذا، لان انا محتاج الايه؟ الاول لا اخرت عقود المشتريات، عقود المشتريات، تمام، انا اسف مش شايل شيء. طيب بيعمل بالنسبه له، بيقول له على السكادول، وخلي بالك البيمنت كونديشن، بيراعي مع العميل البيمنت كونديشن، ان فلوسه تروح في ميعادها، تمام. المفروض يخلي عمليه البروكيومنت دي، كل دي وظيفه ايه؟ بروجكت مانجر. خلي بالك حضرتك، جه سؤال في الامتحان بتاعي من زمان، المهم جه سؤال وقال لك، قال لي على ان يعني حط لك شويه حالات ان البروجكت مانجر يعني يبقى يعني في اربع حالات مع البروكيورمنت. حاله منهم يكتب الريسكس وخلاص، حاله ثانيه يحذره، حاله ثالثه، في حاله رابعه ان يكون حاضر وقت العقد، يعني ومدير المشتريات بيمضي العقد، مدير المشاريع قاعد معاه. هي دي الحاله المثلى، الحاله الصح. لو جات لك في اختيار الاربع اختيارات اختارها، واخد بال حضرتك؟ ان هو بيعرفه كل حاجه، ساعه ما يمضي العقد يكون حاضر. ايه المانع ان يكون حاضر؟ يعني من هو عشان هو لازم يكون يبص له كل مشكله ممكن تبقى مشكله على المشروع بتاعه، لكن هو مش حق يمضي، ان ده مش شغله. بس في نفس الوقت يقول له ان في ريسكات معينه،
خلي بالك لازم تورد لي قبل تاريخ كذا، لازم تشوف العميل الفلاني عنده مشاكل في دي فاديله ريسك، واحد بيأخر الشغل. حضرتك بتقول اخر حاجه لانه هيعمل كل حاجه ماسك عصر في الوقت اللي هيكون في وقت التوقيع بالظبط. هو هيعمل كل حاجه، كل حاجه طبعا. دي المشروع هو اهم شخص في المشروع، فبيموت نفسه يعني. فهو بالنسبه له وقت التوقيع هيكون بيعمل حاجه ثانيه؟ لا طبعا يعني، ما يعني لو قصد حضرتك كده، لو قصد حضرتك انه هيكون بيعمل حاجه ثانيه، لا ده هو بيظبط له المشروع، بيبقى قاعد معاه عشان ممكن يحصل تعديل في اي لحظه. بالظبط، هيحذره ويقول له احتياطات، ولو في حاجه معينه في العقد مع اخر تعديل ليه ممكن يكون في مشكله، يقرا العقد معاه، بس هيوقع في الاخر مدير ايه؟ المشتريات. مهمه بقى الاخيره دي، خلي بالك. Work with contract manager to manage changes to the contract. خلي بالك هندير ندير التغييرات خلال الكونتراكت. هو الكونتراكت ممكن يتغير؟ سؤال، هو الكونتراكت ممكن يتغير؟ يعني انا وقعت مع حضرتك عقد، ينفع تضحك عليا وتقول لي اديك حاجه ثانيه؟ ازاي؟ ايه الشرط؟ ايه شرط تغيير ال ايه شرط التغيير؟ طب ايه شرط الملحق؟ ايه شرط التغيير؟ لا انا بتكلم حضرتك، انا وقعت مع المهندس منسي عقد، تمام، اتفاق، ينفع يعني نتغير ازاي؟ ايوه الله ينور، بيان تفهموني. فروم اول بارتيز، يبقى لازم يكون الاتفاق منين؟ من الطرفين، تمام. حضرتك الخلاف ده ده يتيح لي ان انا اعمل له ان انا افسخ العقد، ده قصه ثانيه. لكن انا بتكلم ان حصلت ظروف ادت ان انا المفروض ان انا هغير نوع عقد لنوع عقد ثاني. يبقى لازم، المهم اهم حاجه هي موافقه الطرفين، ويكون زي ما الناس عاجبه بفلوس طبعا. لو الامر هيكون فيه زياده في الفلوس على طرف دون اخر هيبدا بشروط جديده، لكن ده ايه؟ بموافقه الطرفين. ان انا خلاص احنا نضينا عقد مع بعض، ما ينفعش انت كطرف من الطرفين تقول انا عايز اعدل العقد. واخد بالك؟ لازم اقتنع بان كان في ضروره ان انا اعدل الايه؟ العقد بتاعي. هنبدا بايه؟ طبعا مدير العقد هو مدير المشتريات، هو يعني هتلاقي مسميات اختلاف، بس هو اللي بيدير العقد هو مدير المشتريات طبعا. بس عاوز اقول بونص العقد العقود هي هيحسب لمين؟ تمام. طيب ممكن نقفل بقى عشان احنا فتحنا شويه، نقفل وبعد كده نرجع نقفل تاني. هنقفل الشات شويه. هنعمل، بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل بلان للبروكيورمنت. يا ترى ايه ال يعني ايه البلان للبروكيورمنت؟ دوكيومنتنج بروجكت بيرشيزنج ديسيشن، تاخد قرارات بتاعه الشراء، وتعرف طريقه، وتعرف الايه السيلرز هيجوا ازاي المتاحين. طيب نبدا نشوف الانبوتس اللي عندنا. هنلاقي اللي عندنا السكوب بيز لاين، وده مهم جدا عشان اشوف احتياجاتي واعرف انا يعني ايه الجزء في السكوب اللي انا هاجي محتاج ان انا اورده من بره. تاني حاجه هتبقى ريكوايرمنت دوكيومنتيشن. طيب اختبر حضراتكم، معلش بقى عشان نرجع نختبر الناس كده، عشان احنا في اخر الكورس وعايزين نشوف. انا فتحت الشات، ريكوايرمنت دوكيومنتيشن، ايه البروسيس اللي جابتها؟ يعني دي اوتبوت بتاعت انهي بروسيس؟ حد كده يفكرنا؟ الله ينور، كوليكت ريكوايرمنت، كلام جميل، كلام جميل. كوليكت ريكوايرمنت، تمام تمام. طيب الاحتياجات، طب ده في انهي نولج اريا؟ في السكوب. لا الكلام بتاع المهندس طارق ان كوليكت ريكوايرمنت مش في انيشيشن، دي في البلاننج. في السكوب، تمام تمام، كلام جميل جدا. طيب طيب سؤال السكوب از لاين بتكون من ايه وايه وايه؟ قلته كتير قبل كده بس عشان الناس زمانها نسيت.
دبليو اس ديكشنري وايه تاني؟ بس دبليو اس بس. ايوه اول واحد قالها لي بالظبط، ثلاثه مع بعض. تمام، الله ينور الله ينور، نفكركم بس. طيب عندنا التيمنج اجريمنت. ايه التيمنج اجريمنت؟ يعني لما يكون عندك، وانا بعمل بلان للبروكيورمنت، بيبقى في تيمنج اجريمنت ان انا بين شركتي وشركه شركات البترول، ان ما ينفعش ناخد غير من شركه كذا. في تيمنج اجريمنت ما بيني وبين شركه بترول مثلا، شركه وقود، فما ينفعش ان انا اطرح مناقصه. فيبقى بالنسبه لي ابص قوي انا عامل تيمنج اجريمنت مع مين، لان دول اللي هيوردوا لي بروكيورمنت. دون النظر الى التنافس، خلي بال حضرتك البروكيورمنت اللي هنتكلم عليه هو كومبتنسي، اللي هو في اللي فيه تنافس وفي وفي معيار الكفاءه، انما في نوع من الانواع بيكون حاجه مجبر عليها. يعني مثلا لو انت حضرتك مشترط عليك الحكومه انك تدي شركه مصريه مثلا، فانت بقيت مجبر. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لنا يكون ايه؟ مفيش تنافس فيها. مفيش البروكيومنت اللي هنتكلم فيه دلوقتي وهنتكلم فيه قدام ازاي نوزن مثلا العروض الاسعار الموجوده، لا مفيش الكلام ده. ده انا مجبر اني هاخد بالشركه الفلانيه. سياسه الشركه هتحددها. هيكون مثلا زي ايه؟ لما يكون انت مجبر، لما تكون البلد المصنع واحد، يعني مصنع واحد وملوش وكيل او له وكيل وحيد، فانت مجبر انك ما تطرحش الناقصه، انك تروح تجيب من الراجل اللي هو الوحيد اللي بيورد الشيء ده. تمام؟ فده نوع ملوش دعوه بالكلام بتاعنا. فعشان كده احنا لازم نبص على التيمنج اجريمنتس عشان نخرج نفسنا. لو في عندي لو عندي حاجات من البروكيورمنت، بضاعه بالنسبه لي او قطع غيار، ماشي تمام، انا محتاجها وفي شركه عامله اتفاقيه معايا اللي هتجيب لي قطع الغيار دي، يبقى الحاجات دي مش تنزل من الاقساط، مش هعمل لها شغل البروكيورمنت بتاعها. دي التيمنج اجريمنت. الريسك ريجستر. الريسك ريجستر ده الاوتبوت بتاع انهي بروسيس؟ حد يقول لنا كده؟ ريسك مانج؟ لا مش ريسك مانج. ايوه ايدنتيفاي ريسكس. تمام ايدنتيفاي ريسكس. تمام الله ينور ريسك ماشي. تمام. طيب او تيمنج اجريمنت اهو between two or more entities from a partnership or joint venture. دي في اتفاقيه اخوه وبيننا، انما هم كتير بس الاخر ريسك سوس. لا هو ايدنتيفاي ريسك اللي هي هو طبعا كتير، بس اول واحده اللي ايدنتيفاي ريسك وبعد كده إنه. طيب عندك تيمنج اجريمنت بينك وبين ايه؟ عامل معاها اتفاقيه شراكه او غير كده، فانت لازم انك هتجيب منها، فانت لازم تبص لها قبل ما تعمل بلان بروكيرمنت. طيب في عندك الريسك ريليتد كونتراكت ديسيشنز. مش احنا فاكرين لما اتكلمنا عن الريسكس وقلنا ان في نوع او استراتيجيه من الاستراتيجيات من استراتيجيات الريسك ريسبونس اللي بستعمل فيها شركه التامين اسمه ايه؟ لما بيكون حد يقول لنا كده في لما بيكون خايف على حاجه، يعني سواء تامين خايف على حاجه عايز امن. تمام. لا مش ميتيجيت، مش لا ميتيجيت مش صح. والشيء الشد في اللي في الموجب. تمام، هي ترانسفير فعلا، بنقل الريسك على شركه التامين. طيب انا القرار الريسك ريليتد كونتراكت، القرار اللي انا هعمل بيه عقد ريسك ريليتد كونتراكت ديسيشن، في ريسك ريسبونس هعمل بيه عقد انشورنس سيرفيس خدمات، كل ده عشان ايه؟ هعملها عن طريق الايه؟ الريسك. فانا بالنسبه لي لازم اعرف الريسكس اللي هي متعلقه بعمل عقود. يبقى بعرف الريسكس المتعلقه بعمل عقود تامين، بعمل عقود خدمات، اخلي مقاول من البطن يبقى مكاني، يبقى كل دي تعريفات الريسك اللي هتأدي في الاخر لعقود لازم تكون ايه؟ انبوتس عندي.
نرجع نشوف كده. طيب activity resource requirements، حد يقول لي دي من انهي بروسيس؟ activity resource requirements مش في اتش ار، لا لا، حد يقول لي البروسيس بتاعتها اسمها ايه؟ هي في التايم. اه تمام، في التايم، جميل قوي، كان جميل قوي، هي في التايم. الله عليك، بدأتوا تجيبوها. استيميت اكتيفيتي ريسورس، كلام جميل حلو ما شاء الله. لا مش في السيكونس، لا انا بقول ان الاحتياجات الاكتيفيتي، اكتيفيتي ريسورس ريكوايرمنتس بتيجي من استيميت اكتيفيتي ريسورس، مش في الاتش ار. تمام. طبعا الديفلوبر سكادول كلنا عارفين طبعا ان هو هيجي من التايم، الديفلوبر سكادول. تمام تمام كلام جميل. طب الاكتيفيتي كوست استيميتس بيجي منين؟ تمام الله، كوست استيميشن، استيميت كوست. تمام كلام جميل جدا. احنا بنحاول نناقش ايه؟ نربط العمليه كترت، فاحنا كل ما بس بنفكر نفسنا بحاجه قديمه عشان ايه؟ يعني ترجع الصوره بتاعت الاستيميت كوست القديمه، ترجع الصوره بتاعت الريسك، الريسك اللي لسه واخدينه قريب، ترجع الصوره بتاعت الريكوايرمنتس دوكيومنتيشن. عشان المشكله ان اللي هي طبعا الكورس مشكلته ان هو في 9 نولج اريا مختلفه، فحاجات بتدخل في بعضها، فهنحاول يعني نربط الصوره. اي اف والاو بي اي ان شاء الله ربنا هييسر لنا امورنا يعني. طيب تعالوا نشوف ايه التولز اللي احنا هنستعملها. ميك اور باي اناليسيس. تمام، ميك اور باي اناليسيس، حاجات كتير يا جماعه ممكن اصلحها جوه المشروع بتاعي وممكن اشتريها. اللي هيتحكم في ده التكلفه. هل المفروض ان انا اشتريها ولا ان انا مثلا اجرها؟ تمام، او ان انا اعملها ولا اشتريها، اعملها ولا اجرها. تعالوا كده نشوف مع بعض. طيب طبعا اه الموضوع بقى كوست وتايم، صحيح كلام جميل جدا. احنا بقى بنشوف هل انا عندي وقت، هل انا برضو الجوده، يعني جوده ان انا بعمل الحاجه. وخلي بال حضرتك البيك اور باي اناليسيس ده كمان بيستعمله الشركات الكبيره، يعني مثلا تلاقي شركه من الشركات الكبيره في صناعه السيارات تجيب مثلا من شركه ثانيه متخصصه مثلا في البالي في الرولينج، واخد بالك، بتحط من الكراسي، كراسي العمود تجيبها من الكراسي، تجيبها من شركه الكراسي دي، رغم ان هي ممكن تصلحها، لكن هي جوده الشركه دي افضل منها، فيبقى احد اسباب القرار ان هي بدل ما تتعب نفسها في صناعه هتكلفها كتير ومش هتطلع بالجوده المطلوبه، لا تشتريها احسن. يبقى هنا ممكن بقى هتحكم فيها حاجات كتيره جدا. لكن احنا ناخد نوع من المسائل ممكن يجي في الامتحان. النوع السائل بيقول لحضرتك لو انت مثلا في مشروع وحصل عطل مثلا في الاتوبيس بتاعك، واخد بال حضرتك، او بالنسبه لك انت عايز هتأجر حفار ولا تشتريه، فهنشوف فيديو المشروع ونشوف ايه اللي نعمله. لو مثلا مده صغيره ممكن احنا نأجر، تبقى تكلفه التأجير قليله. طب لو مده كبيره ممكن تكلفه التأجير تبقى اغلى من تكلفه ان انا ايه اشتري. تعال نشوف كده الموضوع. بس انفستمنت كوست از، في مشترى معين هتشتريه بكام؟ ب 2000 جنيه، ب 2000 دولار. ايجار اليومي او الثمن اليومي 40 دولار. لا ده الثمن اليومي الهلاك بتاعه 40 دولار. اند دي ليز كوست 240 دولار. هاو لونج ويل ات تيك فور ذا ليز كوست تو بي ذا سيم از ذا بارشيز كوست. طيب نبدا نشوف كده. يبقى عندنا ال 2000 دولار زائد الاهلاك اليومي اللي هو 40 دولار، 40 في اليوم وعدد الايام باكس بيساوي
التأجير اليوم اللي هو كام؟ 240 اكس، هيبقى 2000 بتساوي 240 ناقص 40، يبقى 2000 بتساوي 200 اكس. يبقى اكس بتساوي 10 ايام. لو اكتر من 10 ايام هشتري، اللي هيبقى ارخص بالنسبه لي. لو اقل من 10 ايام يبقى بالنسبه لي ان انا اجر افضل من ان انا اشتري. تمام كده؟ ودي مسائل نادره تيجي في الامتحان، بس يعني ممكن تيجي واحده او اثنين بالكثير، لكن برضو من الحاجات لازم ايه احنا نعرفها ونمرن نفسنا عليها. تعالوا عايزين نبقى بس في الصوره الاصليه. اول حاجه عرفنا ميك اور باي اناليسيز نعملها ازاي، اذا كنت انت هتصنع الحاجه دي ولا هتشتريها من مورد خارجي. قلنا ان احنا لو جت مساله هتبقى المساله كلها كلام، يعني انه اوفر اقتصاديا ان انا اصنع ولا ان اشتري. بس كده ما عملش حساب ان المعده بتبقى ملكي بعد المشروع. انا بتكلم هنا من ناحيه المشروع فقط. كلام حضرتك صح مهندس احمد العدوي، كلام حضرتك صح، هتبقى ملكي بقى يعني ملك الشركه يعني. هو بيحاول يتكلم كانه بيتكلم عن فقط. طبعا كلام حضرتك تمام كده لما تبقى ملكي، بس انا ممكن ان انا اشتريها ويبقى عندي صرفت فلوس كتير قوي جوه مشروعي، واخد بالك؟ وايوه كسبت الشركه بعد ما تمشي، بس انا كحساب مشروع ليا كان هيبقى فيه مشكله كبيره. ده برضه هيبقى بعض جزء من التفكير بتاعنا. لكن طبعا الامر مش بالبساطه دي، الامر هيكون فيه حاجات تانيه كتيره زي ما قلت حضرتك، جوده انتاج الشيء ده، سهوله الوقت اللي هيستمر فيه التصنيع او ان الشراء هيكون اقل في الزمن، هو ده اللي هيتحكم في الحاجات دي كلها. طيب عندك هنا اكسبيرت جادجمنت، حكم الخبير اللي هيخليني اعمل ايه؟ البلان للبروكيورمنت. طب ثالث حاجه بقى الكونتراكت تايبس. في انواع للعقود. تعال، هي الانواع لها، هي العقود لها انواع؟ طبعا العقود ليها انواع كتيره قوي، هنيجي نشوفها ونشوف ليها ثلاث انواع رئيسيه، وكل نوع بيتفرع تحتيه انواع ثانيه. نبدا من ايه ونشوف ايه انواع العقود. اول نوع الفيكس برايس. الفيكس برايس كونتراكتس بمعنى ان انا طلبت قطعه في ار، فجبت المورد وقال لي ان الطرمبه دي ثمنها 10000 جنيه. ده بكام؟ بكذا، ب 10000 جنيه. حط لي ثمن الطرمبه جواها مكسبه. تمام؟ الثمن ثابت. طيب انا بفضل امتى الفيكس برايس؟ بنسميه حتى لمب صم. لمب صم يعني ايه؟ يعني كله داخل في بعضه. الثمن في المكسب، في لو هو خايف من الريسك فحطه عليه. طيب انا بالنسبه لي امتى بلجا للفيكس برايس ده؟ بالمقطوعيه. يعني حاجه كامله، كلمه رقم الحاجه كامله. فهو عايز يقول لك ان ايه؟ ان المكسب هنا مش معروف، المكسب جوه جوه ثمن الحاجه. تمام؟ ممكن يكون كذا، ممكن يكون ثمن الترومبه اللي انا طالبها 20000 وهو بيعها لي ب 30000، رقم كبير. هو في الاخر بيقول الترومبه 30، خلص الموضوع. ممكن يكون شاريها من مكان تاني بس ما بيورينيش هو شاريها بكام. صعبة الحساب لان الموضوع هنا بالنسبه لنا. تمام، يبقى الكلام هنا ايه؟ اسمه بنسميه فيرم فريكس، فيرم فيكس برايس. طيب ده امتى؟ امتى بستخدمه؟ بستخدمه لما احب ان انا ارحل الريسك عليه. وهو بيتطلب مني ايه؟ ان كمان ان 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 السكوب يكون واضح تماما. الباير مش عايز ريسك. انا بالنسبه لي راجل شغال في حكومه مش عايز يحصل ريسكات. تمام؟ بعمل ايه؟ بوضح له كل حاجه. خلي بالك كلاريفاي مهمه جدا. انا بوضح له كل حاجه وهو بالاخر يديني سعر. طيب انا مش شلتش ريسك. طب هو لو جه يورد كمان ست شهور والاسعار العالميه غلط، هيورد بالسعر القديم ولا بالسعر الجديد؟ حد يقول لي كده؟ هيورد بالقديم ولا الجديد؟ تمام، كلام جميل. اولد نفس السعر، سعر التعاقد، كلام جميل جدا. اذا انا تفاديت ريسك. تمام كده،
انا تفاديت ريسك زياده الاسعار، مش ده ريسك من الريسكات اللي كنا اتكلمنا عليها؟ فاتعاقدت معاه بدري عشان اتفادى ريسك زياده الاسعار. بفرض ان هو كان هيشتري ترومبا من مكان ما ب 20000 ويبيعها لي ب 30000، افرض الدنيا اتشقلبت وبقى 25 ابو 20 بقى ب 28 و29، يبقى هو خسران ساعتها خلاص، هو شاري الليله. ولو الامر العكس حصل برضه هو شايل الامر كله. اذا انا بحمل الريسك على ايه؟ على السعر. ترجع يا عيط احنا كان جاي. يبقى اول حاجه اللي هو فيرمت فيكسد برايس، لانه ايه فيكسد؟ بحمله على السعر. ده لما يكون باير اللي هو انا مشتري مش عايز، لكن في شرط جامد قوي ان انت لازم كلاريفاي ذا برودكت اور سيرفيس عشان ما يتحججلكش ان في حاجه مش واضحه. لا ده انت قلت لي ماتيريال غير الماتيريال، خلي بالك توضح له جدا الماتيريال اللي هي المفروض بقى. كلام جميل مهندس اسراء، تمام بنوضح له. ايوه مهم كده مهندس كمال بيقول مشكله وقعنا فيها في مشروع عندنا. طب ماشي، ممكن بعد ما نخلص تعرفنا يعني بسرعه كده ملخص المشكله، ان هي حاجه عمليه جميله ان الناس تعرفها ملخصها، مش لازم نتكلم بالتفصيل يعني. نكمل بقى نقول طيب النوع الثاني برايس فيكسد برايس انسنتيف في ان شاء الله. ممكن حتى نحاول ننقل الميكروفون لحضرتك، هيبقى كلام جميل، هيبقى شيء حلو يعني ان شاء الله. فيكسد برايس انسنتيف في ايه هو النوع ده؟ النوع ده بالنسبه لنا حضرتك المفروض تورد لي في شهر مايو. لو انت وردت لي في شهر ابريل او في شهر مارس فانت ليك هديك 1000 جنيه زياده مثلا عشان احفزه. لو وردت بدري ليك حاجه فلوس زياده، تمام؟ give the buyer some flexibility. انت ممكن خلي بالك ماشي مانس وايد بيقول على كلمه ان شاء الله ان الوحيده وشاء الله الوحيده، تمام تمام عشان كلمه ان شاء مش في المعنى، تمام. المهم احنا عندنا الفيكسد برايس انسنتيف في، انا بخلي الراجل فيه بعض الفلكسبيلتي ان هو ممكن اخلي العقد بتاعه يزيد، تمام، اخلي الفلوس بتاعته تكتر لو ورد لي بدري. طب ما انا امتى هكتب ده؟ لما فعلا يبقى الوقت عامل مهم هيوفر لي فلوس اكتر من الانسنتيف في بتاعتي دي، تمام يا جماعه؟ كلام مفهوم. طيب النوع الثالث في فيكسد برضه اسمه فيكسد برايس ويز ايكونوميك برايس ادجاستد، وده بقى بيستعمل امتى؟ بيستعمل لما تكون حاجه يعني بيني وبين واحد عقد طويل المدى. ايوه لونج تايم بروجكت، ناس مذاكره ما شاء الله، ماشي. يعني مثلا لو عملنا عقد مثلا لكوبري 6 اكتوبر، لا قعد يتعمل في مصر لمده كبيره، هنفترض ان هو كان عقد واحد، هتلاقي حاجه زي كده، تمام. طيب الراجل بدا كوبري 6 اكتوبر مثلا وقعد معاه 7 سنين زي قد ما تقدر، هقدر احاسبه بفيكسد؟ طبعا لا. ازاي ده الاسعار اتغيرت 20 مره في الفتره دي، تمام. يبقى بالنسبه لي بقى بعمل ايه؟ بقول له انت بمعدل التضخم بتزيد بنسبة، تعمل نسبة هي نسبة الفايدة في البنك المركزي السنوية، خد بالك اللي هي نسبة التضخم، نسبة زيادة الأسعار، وأبدأ إن أنا إيه؟ كل سنة هو الأسعار بتاعته بتزيد بالنسبة الإيه؟ الفايدة. في بقى رابع حاجة من فيكس برايس، شيك بالله بتعمل كده، تمام تمام، لما تيجي تعمل حاجة كبيرة، تمام الله ينور. اللي بيحصل معادلة تغيير السعر نتيجة إن أنا مرتبط معاك بعقد طويل المدى 5 سنين، في ال5 سنين هيحصل زيادة في الأسعار ومعدل ليه، فأحط من الأول المعدل 1.1 مثلا، وكل سنة بتزيد 1.1، خلاص والعقد ثابت لمدة إيه زمنية طويلة. يعني بس البرشيز أوردر بيختلف عن الثلاثة اللي قبل كده، هو نوع من فيكس طبعا، لكنه موقع من طرف واحد. وما بنظرش البرشيز أوردر إلا لما أنت تبعت، بخليه يبعت ليتر أوف إنتنت بالنسبة لي إن هو يبعت لي يخطط دوام، بحجزه لغاية ما يورد كل ايه الشغل. ده اسمه برشيز اوردر. بيتحطوا ايه؟ باي موباي وان بارتي. تعال نشوف كده امثله، مثال بسيط كده بسيط يعني.
لما يكون فيكسد برايس يعني 1 مليون دولار، ما فيش اكتر من كده. طب فيكسد برايس انسنتيف فيه 1 مليون، مليون زائد فور افري مانث ادد 1000. اللي هو الاولاني بيزد اون جفرمنت سنتر بانك ديبريشيشن ريت، معدل اللي بنقول عليه المعدل الفائده السنوي او معدل التضخم. برشيز اوردر 1 كيلو يعني 1000 دولار، 1000 دولار دير 1 متر طن، يعني انا يعني على حد من الاول هو يعتبر زي ده متقارب جدا معاه. طب نخش بقى على النوع الثاني الكوست ريمبيرزابل كونتراكتس. النوع ده بصفه عامه امتى بستخدمه؟ طب قولوا كده امتى بنستخدمه؟ بصفة عامة يعني. توقعاتنا عكس التاني. الله ينور عليك، تمام، غير معروف، معادلة تغير سكوب نوت كريل، تمام، كلام جميل فعلا. الشغل بتاعي السكوب ايه؟ نوت كريل، نوت كريل، كلام تمام وغير محدد الكميات. انا في مشكله عندي في الكتاب، بقول له خلاص اشتغل وهات لي فرقه تقيل. مالك محتاج مرونه للتغيير، تمام. مالك محتاج مرونه عشان تمام عشان يعرف يغير، صح، تمام. طيب يبقى انا بقول له اشتغل وهات لي فواتير فيكسد برايس كوست بلس فيكسد فيه. بقول له يا باشمهندس انت هتشتغل او الشركه اللي هتشتغل، هات لي فواتير بكل حاجه هتجيبها. يبقى تجيب لي كوست بلس كل حاجه انت هتشتريها انا هديك ثمنها، بس انت كمان معاك ايه؟ ليك اجر. في نوع ثاني بنلاقي في الحرم كده، تمام ماشيين بالعقد العادي ده، امر يسلم بدل كوست بلس فيكسد فيه، تمام. طيب في كوست بلس برسنتج اوف كوست، بس ده مش ده مشكله ده، يعني الكوست بلس برسنتج اوف كوست يعني كل ما جبت حاجات بمليون 10% منها مثلا ياخد هو 10%، بس هنا ساعات يعني بيتحايلوا عليها بحاجه، يعمل حاجه اسمها سايلينج برايس. الناس دعوا بالله يا جماعه. كوست بلس برسنتج اوف كوست، هنا طبعا في صالح الراجل اللي بيجيب انه هيجيب حاجات كتير او بيجيب حاجات غاليه. طيب ده يا باشمهندس الاولاني كوست بلس فيكسد فيه، الراجل بيجيب لك فاتوره كل حاجه اشتراها وثمن كل حاجة، فالثمن بيبقى معروف لكن هو هياخد أجرة ثابتة. في النوع الثاني هياخد نسبة من ثمن الحاجة اللي هيجي، بيتم تحديد نسبة الربح من الأول ولا بعدين؟ ما هو ده اللي هي لا لسه يا باشمهندس، نسبة الربح ما اتكلمناش فيها يا باشمهندس محمد حافظ. لا دي النوع الثاني لسه ما اتكلمناش فيه. النوع ده اي فلوس، اي لو انت جبت حاجات بمليون جنيه ونسبه الاجر بتاعي 10%، تمام، انا باخد 10%، باخد مثلا 100,000 جنيه. جبت حاجات ب 1000 باخد 100. الله ينور عليك، كده ممكن يزود التكلفه عشان ربحه يزيد. فساعات بتحايل عليها بايه؟ بعمل حاجه اسمها سايلنج برايس. بحد اقصى انا مقدر بقى، ما تزيديش عن كذا. اللي هيجي على كده على حسابك لازم طبعا ان انا احط له حد اقصى، تمام كده. طيب التاني حاجه كوست بلس انسنتيف في ده بيعمل بقى شيرنج ريشيو اللي كان بيتكلم في عليها المهندس محمد حافظ من شويه، بيحدد نسبه الربح، بيطمعه ان هو يقل عن الايه، عن اللي عن عن, عن يعني هو له اجره معينه، ماشي، هو بيعوض. بس خلي بال حضرتك ليك تارجت، خليت عنه هتاخد نسبه من التوفير اللي انت هتوفره. بدعوه دايما في الانسنتيف فيه ليه؟ انه يوفر.
هنشوفها في مسائل، خلي بالك حضرتك دي هنشوفها في مسائل. لا لا بياخد كل الفلوس اللي هو خدها وله اجره معينه معروفه ماشي. وخلي بالك ان اي توفير هتوفره عن التارجت بتاعنا هيحصل ايه؟ هزود لك في اجرتك، في الاجر بتاعك، ودي هناخد عليها مسائل. تالت حاجه كوست بلس زي بروفيسور، ده كلام جميل صح. اورد فيه ده بيقول لك ان انا هديك الحاجات اللي هشتريها، لكن خلي بالك الجزء الكبير من الفي بتاعك هيجي نتيجه انك انت مثلا تحقق لي اداء معين. لو انت كل شهر هتنتج لي فيه 5000 مثلا، انا هديك 10000 جنيه ولا 1000 جنيه من الاجر بتاعك. يبقى الاجر بتاعك جاي جايزه، اورد جايزه. لما تحقق معدل معين وبرفورمانس معين هديهولك، وهديك معظمه عن طريق اداء معين. تعال نشوف كام امثله بسرعه. طيب ما لسه نعمل، تقول لك اخر حاجه ال 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 يعني انت عندك كوست بلس خلاص فهمناها، اورد فيه الاجر بتاعك مش ثابت، الاجر بتاعك معظمه جاي من تحقيق معدل معين في شغلك. ربط ربط الاجر بالانتاج، بلاش العباره دي الله يكرمكم. طيب تمام كده، هو قصده كده المهندس صح، ربط الاجر بالانتاج. تمام نخش على ايه؟ على اللي بقى، على المثال هيتضح المقال. دي مثال هتشوفها في مثلا، لا مش فاهم في مثال هيتضح هيتضح معنى المقال اللي بقوله. تمام عندك الكوست بلس برسنتج اوف كوست، دي بي يا جماعه دي انا اخطات فيها. كوست بلس برسنتج اوف كوست، لا برسنتج اوف كوست هي مكتوبه غلط خالص، عشان هنا سي بي بي سي تقريبا، هنا في خطا. كوست بلس برسنتج اوف كوست ازقه فيه. ده معناه ان انت عندك 10% من الكوستس اجر عندك، يبقى انت تاخد الكلوزر وتاخد 10% من الاجر بتاعك. طيب الكوست بيرفورمانس اندكس هنشوفها في الاكسرسايز اللي بعد كده. السي بي اف كوست بلس 5000 فور افري مانث برودكشن اكسيدز 100000 يونت، بس في حد اقصى كام؟ 50000. انت اجرك في كل شهر هيبقى 5000، ده حد اقصى كام؟ 50000. ده زي ما مانس قال لنا، ربط الاجر بالانتاج، كل ما زودت انتاجك كل ما هتاخد اجرتك اللي انت احنا متفقين مع بعض عليها. تعالوا كده نبدا كده اول مثال من الايه الاسئله بتاعتنا. نزلت فيه ده بيجي فيها اسئله في امتحان، خلي بالنا حضرتك يعني دي اكيد، ده غير بقى اللي فات، اللي فات بتاع اللي هو بتاع ميك اور باي اناليسز نادر ما بيجي، ومن جهه تيجي مساله، لما هنا بيجي مثلا اربع او خمس مسائل على الاقل يعني. بص على المساله دي، بيقول لحضرتك يا باشمهندس التارجت كوست عندك 210، التارجت فيه الاجره بتاعتك 25000، اذا التارجت برايس بتاعك 235000، حاصل جمع ال 210 زائد ال 25. بيقول لك ان في شيرنج ريشيو 80-20، يعني ايه؟ كل جنيه او كل ريال هتوفره 8 من 10 هاخده انا و2 من 10 تاخده انت. فانا عشان ازودك عن الاجر بتاعك ده اللي هو 25000 اللي حاطه لك، حاول توفر لي عن ال 210 اللي انا ايه عملتها. الاكشوال كوست بتاع ده هي ايه؟ 200. هنشوف بقى ايه احنا هنوفر قد ايه؟ لما جه عمل الاكشوال كوست لك عنده كام؟ ب 200. هو كان التارجت بتاعه كام؟ 210. اذا هو وفر قد ايه؟ وفر 10. ال 10 دول هيتقسموا بنسبه كام؟ 2 ل 8. 20% الراجل هياخدهم، 20% في 10 بيساوي 2000، يبقى الراجل خد ايه؟ 2000. وعنده هو هياخد كام قبل كده؟ 25، يبقى الفاينل فيه بتاعته ايوه 27. طب الفاينل برايس بتاعته 200 اللي كلفت اكشوال
و27 اللي هي اللي خدها لأجرة الراجل الشركة، وفي الآخر طلع 227 كده، وفر على نفسه 8000. يبقى هو أغراه، قال له أنت عليك تارجت إن الحاجات دي متقدرة كده ب 210، وأنا هديك 20 25. يبقى التارجت برايس كام؟ 35. لو أنت قلت لي عن التارجت ده أنا هبدأ إيه؟ أعمل لك مشاركة، زي ما حضرتك بيقول إيه؟ وين وين، الاتنين إيه؟ كسبانين. بحفزك إن أنت توفر لي عشان أنا عشان إيه؟ عشان تاخد فلوسك. ندخل على المثال اللي بعده. عندك التارجت كوست 150، والتارجت فيه الاجره بتاعتك 20، يبقى التارجت برايس كام؟ 170. عندنا شيرنج ريشيو زي اللي فات 80 20. يا خبر، شفت فوجئت ان الاكشوال كوست 160، يعني الراجل ده يعني هيبقى فيه خراب بيوت هنا. يعمل ايه بقى الباشا ده؟ مش زي ما في شيرنج ريشيو في المكسب، في شيرنج ريشيو في الخساره. نقول بقى ايه؟ ان السيلر اكسيدز كوست، زود الكوست، اكسيد كوست. يشوف بقى قيمه الاكسس كوست هي ايه؟ 150 ناقص 160، في 10000 زايدين. هيشيل منهم الباشا ده كام؟ 20 2. طب هو اجره الاصلي كام؟ 20، هيبقى اجره 18. طيب 18 وتكلف 160، يبقى في الاخر 178. هو خسر، تمام، خسر 8000، بس خسر الراجل معاه كام؟ 20. خسر الشركه اللي هو مقاولات بتاعته، المالك خسر 8، لكن اللي هو اللي معمول معاه العقد خسر معاه كام؟ ايه؟ 2000. الاثنين خسرانين، لوز لوز، تمام. خش على الاكسرسايز الثالث. ده احنا يعني دلوقتي هي 20%، 20 80 28، يعني الملك هياخد 80 والمقاول هياخد 20. تعالوا بقى، الراجل ده كده ايه يعني؟ ده راجل ده 10 على 10، ده بدل ما ياخد 20000 خد 18. انت هتشوف الراجل اللي بعديه هيبقى زي العسل، اتفرج عليه دلوقتي. عملنا عقد بقى جميل قوي، قلنا المفروض التارجت كوست كام؟ ب 150. المفروض التارجت فيه كام؟ ب 30. المفروض البرايس كله كام؟ 180. تارجت قال لك نعمل عامل لك شيرنج، هو الراجل من الاول حاسس الموضوع خسران، فقال له عامل لك شيرنج ريشيو كام؟ 60 40، 60 مالك و40 اللي هو الكونتراكت. فوجئ ان الاكشوال كوست بيطمعوه. ما هو طبعا ده مكسب بالنسبه له، هو هم عارفين بالظبط اكشوال كوست بكام؟ اوف 210. يا تخيلوا التارجت كان 550، ده هيبيع اللي قدامه واللي وراه، يعني هو المفروض ياخد 30000، الله يرحمه كده. بس قال له حته جميله قوي خلي بالكم منها، قال له انا حاطط لك حاجه اسمها سايلنج برايس، انت مش هتاخد مني غير 200000. زي اللي حضرتك حاجه تجيب السباك عندك في البيت، واخد بال حضرتك، وتقول له صلح لي الحته دي ب 50 جنيه ب 100 جنيه، انا ماليش دعوه انت تصلحها لي ب 100 جنيه. هو وافق، جه ينزل يشتري العمليه باظت منه، دفع من جيبه. هو ده كده هيحصل نفس الكلام دلوقتي. بالظبط، تفسير جميل. المهندس عوض يقول لك يعني حط له سقف الاسعار، صح، كلام حلو. يعني سيلينج برايس بسقف ما تخطاهوش. تعالى بقى نشوف كده ايه اللي حصل في الموضوع اللي احنا فيه ده. طبعا سعر اكسيد كوست، الاكسس كوست كام؟ 60000 دولار، يعني 60000 دولار. تعالى بقى نشوف السيلر شير لوس ب 24000 دولار. عقد مشروط مرتين، كلام جميل جدا. طيب نشوف كده، هو المفروض التارجت فيه بتاعته كام؟ 30. يشيل منهم ال 24 يبقى كام؟ 6. بس خلي بالك، خلي بالك ان الراجل ده اصلا من الاول 210 زائد 6 بكام؟ 216. بس الراجل ده من الاول
بيقول لنا ان السايلنج رايز بتاعته كام؟ 200. كل ده يبقى في الاخر الباشا ده هيدفع 10,000 لما جه يعمل مقاولات، خسر. ودي نهاية اللي يخش مع سايلنج برايس وهو مش فاهم، تمام كده؟ في الاخر الراجل ده ايه اللي حصل؟ دفع اللي وراه واللي قدامه، يا ريته ما اشتغل اصلا. تمام كده؟ يبقى هو على فكره نفترض ان ما كانش فيه سايلنج برايس كان كده 6000 برضه، خسر كتير قوي. انت عارف المحكمه، الله ينور، واخد بالك؟ ف كان الموضوع هيحصل ايه اللي هيحصل فيه؟ لو هو مفيش سايلنج برايس كان هياخد 6 برضه خساره، لكن طبعا لما لقى سايلنج برايس ده مش هياخد حاجه خالص، هياخد ايه؟ خلي بال حضرتك. طيب ماشي، نعيد تاني. خلي بال حضرتك، انا فاكر لما زي كانت في امتحان كان معظمها كده في سايلنج برايس، ودايما اللي جابت السايلنج برايس. بس انت مش يعني دايما، دي مش ضروري يعني، بس انا بقول لك ان في امتحان ممكن تقعد تحل وفي الاخر تلاقي الحل هو السايلنج برايس. يعني في الاختيارات اخترت، يعني انت لو جات لك اختيارات هختار ال 200 مش هختار حاجه ثانيه. طيب نجيب من الاول عشان في حد عايز يشرح يفهم ايش السايلنج برايس. الراجل ده المفروض ان هو يشتري حاجات ب 150، المفروض يشتري حاجات الاصل يشتريها ب 150، هو متفق على كده. ومتفق على ان هو هياخد 30، يعني المفروض السعر كله ب 180. قلت له يا عم الحاج انت اعلى حاجه تاخدها 200، شوف انا مديك 20 زياده، يعني احنا متوقعين انا وانت مع بعض ان الشغل من 180. يا اخي انا لو جبت لي 200 مش هزعل منك، بس خلي بالك ان انت اللي هتوفره لي بنسبه 40% هتزود الفي بتاعتك، والخساره برضو عليك، اسمها شيرنج ريشيو. فاحنا جينا وقلنا طب هو لما جه يشتري فعلا اشتري حاجات ب 210، المفروض ان هي كانت تمام الاصلي كان 150. فطرح ال 150 ناقص 210 طلع ب 60. طب نسبتي انا في ال 60 كام؟ 24. طيب 24 وعندي اصلا وجبت 30 يبقى 6، ده مع ال 6 على الاكشوال كوست طلع ب 216. بس خلي بالك انا عندي حاجه اسمها سايلنج برايس، عندي سقف اسعارها، واخد بالك؟ الراجل مش هيديك اكتر من 200، فكل اللي احنا عملناه ده ملوش لازمه، لان هو عدى سقف الاسعار بتاعه. فالراجل ده هيدفع من جيبه 10,000، مش هيدفع، مش هياخد اجر، هو نفسه هيدفع غرامه لان هو ما قدرش يقوم بالايه؟ بالشغل كما هو ايه؟ منصوص عليه في العقد. تمام كده؟ طيب ده ايه؟ احنا كده خلصنا الكونتراكت تايب. طيب إيه النوع الثالث؟ كنا في النوع الثاني. النوع الثالث بيقول لك ان ده نوع ما بين الاثنين، اسمه نوع تايم اند ماتيريال كونتراكت. التايم اند ماتيريال ده يعني احنا مثلا لما تجيب واحد كونسلتنت وتقول له مثلا تعال اشتغل عندي بالساعه، او تجيب واحد شغل ساعه، شغل متر مربع، تجيب واحد مبلط تقول له متر مربع بكذا، تمام؟ ده اسمه ايه؟ اعمل عقد معاه بتي اند ام تايم اند ماتيريال، يا اما واحد استشاري تقول له اليوم بكذا في كاستشاره، يا اما واحد مثلا مونه واجر. بالظبط، الله ينور. يبقى هو بالنسبه من ناحيه تايم وماتيريال، ان انا بالنسبه لي بس ايه شغلك كله المتر المربع بكذا، الشغل بتاعك كذا، يبقى ده اسمه تايم اند ايه اند ماتيريال. نوع ثالث من الاول هو نوع وسط، نوع وسط في الريسكس، وهو خليط ما بين النوعين اللي هو كوست ريمبرزبل والفيكسد ايه برايس. بنشوف بقى انواع الريسك وراح فين من هنا، يعني مين اللي بقى معاه ريسك عالي. في الفيكسد برايس اللي احنا قلنا عليه، يبقى هنا السيلر هو اللي معاه ريسك العالي، زي ما قلنا ممكن الاسعار تعلى وهو حاطط شغال على الاسعار القديمه، يبقى كل الريسك على ايه؟ فيكس برايس. الناحيه الثانيه يبقى كل الكوست بلس على الباير. ليه؟ واخد بال حضرتك؟ لان انت ما انتش واضحه عندك الشغلانه، فالشغلانه المميه ممكن تفاجئ ان هي مثلا ب 300، بس طبعا بيحاول يقضي عليها بحاجه اللي قلنا عليها الايه؟ السايلينج ايه؟ برايس. طيب نرجع تاني نشوف الايه احنا كنا واقفين فين.
خلاص كده اهو، احنا كده ايه عرفنا كل التولز اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل بلان البروكيورمنت. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيطلع من البروكيورمنت. هيطلع اول حاجه بروكيورمنت مانجمنت بلان، الخطه اللي انا هدير بيها البروكيورمنت. الكلام الرئيسي، كلام اللي هو اللي بيتكلم بعموميه، تمام، اللي هو من ناحيته هنا يعني الدستور اللي هيبص فيه الراجل من كل الناس بتوع المشتريات عشان يشتغلوا بيها. الخطه اللي هيبص بتوع الناس بتوع المشتريات كلهم لما يجوا يشتغلوا مبروك، وما بتتكلمش عن حاله خاصه، تمام، مش هنقول بس نتكلم الخطه، الخطه كلام عام. انا عايز بس نتكلم المنهجيه، كلام جميل، احنا بنتكلم ان ده حاجه عامه. ما اجيش الاقي في واحد بيتكلم عن في المانجمنت بتاع بروكيورمنت مانجمنت بلان عن عمليه معينه، لا ده هو بيتكلم بصفه عامه بروكيورمنت مانجمنت بلان عن المشروع، وهنشوف شكلها ايه. طيب بروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك، طب حد عارف سمع عن حاجه اسمها ستيتمنت اوف ورك قبل كده؟ حد يقول لي فين؟ يعني بصراحه اللي يقولها هفرح بيه جدا. يعني الكلمه دي جت قبل كده، جت فين؟ لا لا مش في سكوب. سكوب ليه؟ ايوه اللي قال لي فينيشيتنج قرب في الاول خالص يا جماعه، في البروجكت ستيتمنت اوف ورك، لا مش في الدبليو بي اس، لا لا يا جماعه في الله ينور عليك، ما تفهمش شيء، مونتاج بروجكت شارتر، متخلفات الشارتر، تمام، كلام جميل قوي زيها بالظبط، تمام، حاجه بتوصف الشغل اللي هيحصل الموجود. بروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك، ببدا اعمل ورقه كده هنظبط المانجمنت بلان بتاعتنا ازاي. بروكيورمنت ستيتمنت اوف ورك زي برضو بروجكت ستيتمنت اوف ورك، تمام كده. طيب بيجي عندي هنا قررت ايه اللي هنشتري، ايه اللي هنشتغل فيه، ايه اللي هنشتريه، واحنا اللي احنا هنأجره، تمام، ايه اللي احنا هنصنعه واللي احنا هنشتريه. ميك اور باي ديسيشنز، قرارات بقى. كان الاول مفيش قرارات، لكن هنا ايه بعمل اناليسيز هعمل ايه، فانا ببدا اعمل ايه قرارات. بروكيورمنت دوكيمنت هنا مهم قوي، سورس سيلكشن كرايتيريا، ابدا اقول ازاي هختار الناس، الكرايتيريا بتاعتي في اختيار الناس. تعالوا بقى نشوفهم واحده واحده كده مع بعض. شوف بقى الاوت بوكس معايا. بروكيورمنت مانجمنت بلان describe how procurement process will be managed. Guidance for any procurement process. تمام؟ ال statement of work دي موجودة from scope's line. Include only the portion will be included within the contract. So the procurement process and the sign. تمام؟ طيب make or buy decision، قرارات بتاعتي. طيب تعالوا نشوف بقى شكل كده ال procurement management plan. ده شكل التمبلتس بتاعها. اختصرناه كده، بيجيب بيديك الاثوريتي بتاعت البروكيورمنت، قسم البروكيورمنت، ودور البروجكت مانجر، ودور البروكيورمنت ديبارتمنت، والدوكيومنت ستاندر اللي انا هستعملها خلال المشتريات، وانواع العقد اللي انا هستعملها موجوده، والريكويرمنت من التامينات ومن العقود، تمام، ومن العقود القانونيه، والكريتيريا اللي انا ازاي انا هختار الكريتيريا بتاعتي، ماشي، وفي نفس الوقت البروكيورمنت اسامبشن او كونسترينز عندي. تعالوا كده نشوف مثال بسيط كده، هنقرا كده نسيبنا من الكلام ده. بروجكت مانجر بروفايد، المفروض ان دوره كده اوفر سايت اند مانجمنت فور اول بروكيورمنت، الراجل بيعمل نظره عامه لكل بروكيورمنت اكتيفيتي. ايدنتيفاي اول ايتمز تو بي بروكيورد، يعرف كل الحاجات اللي المفروض انها فور سكسيسفل كومبليشن، عشان ينهي المشروع انهاء، دور من ادوار بروجكت مانجر مطبق. بالنسبه للبروكيورمنت ديبارتمنت ريفيو ذا بروكيورمنت ايتم، راجع كل حاجه من الحاجات اللي المفروض انها تيجي. بيجان يبدا في ان هو يختار الفندور وفي الشراء ويعمل كونتراكت بروس. طب الكونتراكت ايه؟ الكونتراكت تايب قلنا هنختار مثلا فيكس برايس انسنتيف فيه. ذا كونتراكت ماست بريزنت ليتر اوف انت، احنا انتنت بقى احنا بنتكلم على الامر ده. ستاندرد بروكيورمنت انا ريكوست فور بروبوزلز، بروبوزل العروض، طلب العروض، كواليفايد سيلر ليست اللي هي القائمه باسماء سجل الموردين، كونتراكت انا هنضرب ايه؟ ايه الكلام بعد كده؟ ان المفروض يبقى عندك اكسبيرينس
عشان ان انا في ويكون الاسكريبتس دي في بعض في نفس الايه الفيلد. There are technical and financial there are minimal required of the source selection criteria. انت المفروض ان انت توصل ان انت تكون يعني يبقى في مظروفين مفتوح، واحد مالي وواحد مظروف فني. انت تحقق المظروف الفني الاول، بعد كده نشوف القدر الادنى من تحقيق المظروف الفني، وبعد كده احتكم مين فيكم اقل في المظروف المالي. Project schedule is not flexible and the project procurement contract administration and the contract fulfillment must be completed within the established project schedule. تمام كده؟ ماشي. طيب دي اول حاجه البروكيرمنت مانجمنت بلان رابع حكمه، وان شاء الله عايزين ان شاء الله ناخدها واجب ان شاء الله. طيب انفورميشن فور سيلرز، بيبقى فيها معلومات عن السيلرز اللي موجودين البروكيرمنت دوكيمنت. كونتراكت ستيتمنت اوف ورك اللي احنا قاعدين بنكتب بقى الكونتراكت هيبقى فيه ايه في الحاله بتاعته. تمام. التيرمز والكونديشن بتاعت الايه المقترحه للكونتراكت دي في البروكيرمنت دوكيمنت. في حاجه اسمها نون ديكلوزر اجريمنت، اتفاقيات نون ديكلوزر اجريمنت، اتفاقيات ان احنا نتفق ان احنا نقفل عقد مع بعض. تمام. ان احنا في مشكله معينه طب نخلصها ازاي، اسمها نون ديكلوزر اجريمنت، اتفاق ان احنا نخلص مشكله معينه، عقد معين في مشكله نبدا نخلصه بحاجه اسمها نون ديكلوزر ايه اجريمنت. بعض الدوكيمنت اللي موجوده ريكوست فور انفورميشن، بعد انت طرحت المواصفات ومواصفاتها واحد من الموردين اتصل بعت لك جواب وقال لك انا عايز معلومات عن المناقصه اللي انت بتنزلها او السبيسيفيكيشن معينه. انفيتيشن فور بيلد، مين اللي هيعملها؟ انت كراجل بتطرح المناقصه هتعمل انفيتيشن فور بيلد. ماشي. انك هتعمل انفيتيشن فور بيلد بمعنى ان انت بتدعي الناس للمناقصه. طبعا دعوه الناس للمناقصه في مناقصات تبقى عامه بتتعمل مثلا في الجرايد، في مناقصات خاصه تتبعت لبس الموردين اللي هم في الامر ده. طيب ممكن انك تطلب ريكويست فور بروبوزال، تطلب منهم عروض تبعت لشركات معينه. ممكن العرض ده يبقى قبل كمان ما تعمل سبيسيفيكيشن، تقول له انا عايز يعني عايز اعمل عايز حاجه معينه عايز توردها لي ترومبه، لكن عايزك كده توصف لي الترومبه، فاقول له ايه عايزك ابعت لي عرض اخد منه بعض المعلومات، او تبعت له الشروط والمواصفات تقول له ابعت لي عرض في هذا الامر، خاصه اذا كان مثلا ده عرض وحيد او يعني هو بالنسبه له الوكيل الوحيد او هو مصنع. ريكويست فور كوتيشن، والكوتيشن طبعا بيبقى فيه ايه الفرق بين البروبوزل، حد يعرف الفرق بين البروبوزل والكوتيشن؟ تسعير والعرض. تمام. الكوتيشن يا جماعه بيبقى فيه جداول الكميات اكتر بصفه تفصيليه. تمام. اما البروبوزال بيبقى عرض مقترح ممكن يكون فيه بيبقى ما فيهوش التفصيل. الكوتيشن بيبقى فيه يعني الكوتيشن بيبقى فيه تفصيل بالكميات باسعار كل حاجه. اما البروبوزال ممكن يبعت لك عرض نهائي مثلا، يبعت لك كقيمه اجماليه، لما هنا بيبعت لك كقيمه تفصيليه. الكوتيشن بيبقى فيه تفصيل اكتر خد بال حضرتك من البروبوزال. البروبوزال ممكن يكون عرض نهائي يبعت لك حاجه نهائيه، انما في الكوتيشن بيبعت لك كل المواصفات الفنيه اللي موجوده بكل حاجه بسعرها. تمام كده؟ مين بيمثل المشروع بتاع الموردين اللي هو بروكيورمنت يا باشمهندس؟ بروكيورمنت مانجر. لا ماشي تمام كده. استشاري ده لو انا مالك، لو البايع مالك، لو انت اللي هو المفروض عايز يشتري مالك، هو ده هيبقى الاستشاري بتاعه. اما لو انا شركه المقاولات اللي هخلي حد سب كونتراكتور يشتري مني،
فانا هيبقى عندي قسم البريكريمنت اللي عندي. طيب تالت حاجه السورس سيلكشن كرايتيريا، المعادله اللي انا بختار بيها مين الراجل اللي هيعمل الشغل. طيب احنا الكرايتيريا بتاعت منصب صبري مش فاهم، البيمبوك مش بيمثل الملك، اللي عايش الانجليزي بيخش مع العربي، مش اللي بيمثل الملك الاستشاري. طبعا كلام صح، بس انا مش اقصد ايه المعنى، مش فاهم. طيب نخلينا لغايه ما البيمبوك يمثل الملك. انت يعني هنا احنا بندرس بندرس الملك. تمام. طيب احنا يبقى عشان نشوف الكرايتيريا اللي احنا هنختار بيها عرض عن عرض، شويه كرايتيريا لازم يكون الناس كلها فهمت ايه المطلوب منها، ماشي، ويكون عنده القدره. الراجل ده عنده القدره تكنيكال كابابيلتي، عنده القدره ان هو يعمل المشروع ده. اعرفها منين؟ الباست بيرفورمانس اوف سيلرز. تمام، بشوف بقى البروجكت مانجمنت ابروتش بالنسبه له، اللي انا جاي هل عنده بروجكت مانجمنت، تمام، وازاي انا هصل لده البروجكت مانجمنت. تمام، مركزه المالي للشركه اللي انا المفروض تورد لي مركزها المالي قد ايه، اللايف سايكل كوست بتاعت الحاجه اللي انا هشتريها قد ايه، ايه الريسك، ايه الورانتي، ايه الضمانات اللي موجوده. كل الحاجات دي عن طريقها انا بختار وبعمل السليكشن كرايتيريا. باست بيرفورمانس مهمه جدا، باست بيرفورمانس اوف سيلرز. وخلي بال حضرتك يعني دي حصلت عندنا في محطه الكهرباء، ان يعني كان في يعني اختاروا للاسف اخترنا شركه ان هي المفروض تدور المازوت عن طريق برجات في محطة كهرباء عيون موسى لما كانت مشروع في بدايتها. فالشركة ما عندهاش باست برفورمانس، أدائها ضعيف جدا كباست برفورمانس ما عندهاش. فالمهم المفروض إن هو بيمد خط من خلال البحر وتيجي البرجات تشحن المازوت ده من خلال البحر. إحنا عندنا في كل في محطات الكهرباء بيبقى في تريسنج على كل خط من خطوط المازوت. ليه؟ نتيجة إن المازوت ممكن يتجمد. فاحنا بنمشي جنبيه خط بخار. فالشركه نتيجه ما عندهاش اكسبيرينس، بس دخلت في الموضوع يعني كده خناقه، وللاسف اللي سابها تدخل، واخد بال حضرتك، من غير باست بيرفورمانس قبل كده للنوع ده، ممكن يكون بيمد مواسير اي حاجه، لا يمد مواسير وهو ما اشتغلش في المجال ده. وكمان المجال الموضوع في البحر، يعني انت خلي بال حضرتك ان هو بيمد مواسير في البحر. فاحنا اذا كان في الشيء الطبيعي احنا بنحط ماسوره بخار حتى لا يتجمد المازوت، فما بالك بين الماسوره دي جوه البحر والتبادل الحراري اللي موجود ده، يعني يتجمد بسهوله جدا. طبعا ما حطش خط تريسنج، تمام، ونتيجه عدم خبرته اتجمد خط المازوت. وما زال للحظه اللي انا فيها، مع ان المحطه من 10 من اكثر من 15 سنه، او من النهارده 2012، من 2000 او 2001، حط 2001 ما زال خلاص المشروع ده انتهى، ان هو يتم عن طريق البرجات البحريه لما يدخل مازوت. نتيجه ان في شركه دخلت ما عندهاش اكسبيرينس بوظت خط المازوت خالص، ومحدش خد معاها حق ولا باطل. يبقى احنا بالنسبه لنا مهم جدا وانا كراجل بروكيورمنت اشوف سابقه الخبره، القدره الماليه للشركه دي، علشان ما يجيش المشروع يتوقف في النص. انا مش كل بقى المشروع هيعمله ثلاثه غير لما التوريه يعملها واحد بس. تمام كده؟ يبقى كده احنا ايه؟ خلصنا، عملنا بلان للايه؟ للبروكيورمنت. هنحل الاسئله الاول، وبعد كده نسمع المهندس نجيبها. مهندس عمرو عايز يشوف الشاشه بتاعت مقارنه انواع العقود بالنسبه للمشتري والبائع، نرجع نشوفها. عندك السيلر هنا، شوف الريسك بتاعه بيبقى عالي امتى؟ في الفيكسد. مش احنا هنا احنا الباير،
انت المالك مثلا عنده الريسك ايه قليل، شايله لمين؟ للسيلر. الفيكسد ممكن اسعار تزيد بعد كده، هو مش دعوه في السيلر ريسك. اما في الكوست، في الكوست بلس انا عندي السكوب مش واضح، فشيء طبيعي ان ممكن الريسك كله ماشي بيشيله مين؟ الباير. في النص التايم اند ماتيريال هو منتصف الاثنين، الريسك موزع ما بينهم. ماشي تمام من صعب ولا في حاجه؟ لا حضرتك حضرتك طبعا والله حضرتك المالك طبعا، انت الاونر طبعا عشان طيب ان شاء الله المهندس كمال عسكر احكي لنا على القصه بتاعته. تخلي تحب نسمعها قبل الاسئله ولا بعد الاسئله؟ لو قبل الاسئله واحد، لو بعد الاسئله اثنين. خلاص يعني تمام، في ناس عايزه الاسئله اهو، بس انا شايف ان ناس كتير عايزه الاول تسمع وبعد كده نشوف الاسئله في الاخر. طيب خلاص الاغلبيه نسمع مهندس كمال. هقفل الميكروفون بتاعي نشوف الدعم الفني. ها اسال الدعم الفني الاول، هل في امكانيه لكده؟ مهندس استاذ الرقيه في امكانيه للامر ده؟ انا عرفت انه حصل مع زملاء انستراكتور تانيين حاضرين تانيين. تمام كده، طب هقفل انا الميكروفون عندي. اشمعنى يا باشمهندس سعيد؟ هنسمع شويه بقى نخش على الاسئله في الاخر خالص ولا ايه؟ ولا في مشكله فنيه عايز اسيبها للاخر؟ لو في نصيحه فنيه عشان لو حصل مشاكل. طب خلاص معلش عشان الناس الفنيين هم اللي هنمشي كلامه في الاخر، نحل الاسئله وبعد كده في الاخر نسمع ان شاء الله المهندس كمال عسكر ونشوف المشكله اللي هو ايه كان حابب يحكيها لنا، ويعني وفرصه ان احنا نسمع اصوات الناس. يعني ربنا يكرمك كده واسمع حد صوت حد غيري يعني. طيب ابدا بسؤال الاولاني. ان افكسد برايس كونتراكت غير دانك خمسه. ان افكسد برايس كونتراكت ذا فري اور بروفيت از انون ولا بارت اوف نيجوشيشن انفولفينج ان بينج افري انفويس ولا ابلايد از لاين ايتم تو افري انفويس ديتيرمنت. نعمل استطلاع الرأي بقى، الاستفتاء، نعمل استفتاء. نعمل استفتاء يا جماعة. ايه طيب هذا حضرتك ايه؟ تمام، هو معظم الناس ايه؟ تمام كده، كلام صح. هو الإجابة ايه طبعًا؟ في الفيكسد برايس الفي أور بروفيت مش معروف. دي الاجابه الطبيعيه المعروفه. الفيكسد برايس هو مش معروف هو اشتراها بقد ايه او تكلفته قد ايه وكسب قد ايه. تمام؟ فالامر بالنسبه لنا احنا ما نعرفش. ففي الفيكسد برايس الفي البروفيت از انون، دي الاجابه ايه الصحيحه. خش على Advantage of centralized. تمام. طبعا تمام. كله مجاوب صح. طب ايزير اكسس دي ميزه في ايه؟ دي ميزه ولا عيب؟ ميزه في ايه؟ في غير المركز دي سنترلايزد. تمام؟ ان في سهوله في الكوميونيكيشن ما بينه وما بين مدير المشروع. طب النو روم ده عيب في ايه؟ عيب برضه في الدي سنترلايزد. والمور لويالتي برضه عيب في الدي سنترلايزد. تمام. شوف كده. حلو السؤال ده. ماشي فهم دي سهولة. هرجع تاني هقول دي ليه ونرجع نشوف الحل. لو مش رح ليه بذكر ماشي.
تحت امركم كلكم. بيقول لك ليه احنا الـ objective of incentive G in a contract؟ عشان اقلل الـ cost للـ buyer ولا help the seller control cost ولا synchronize objective ولا reduce for the seller؟ عجبني والله. ناس كتير اختارت الإجابة الصح. reduce risk for the seller by shifting risk to the بس. أول حاجة عشان أقلل التكلفة على الباير بحط انسنتف. إجابة مش غلط. دلوقتي أنا المفروض إن أنا انسنتف فيه، إحنا بنتكلم انسنتف فيه، مالناش دعوة بالكوست. طب الانسنتف دي فيه بنعمل إيه؟ نقلل فيها. طب تمام، يبقى دي جزء من الإجابة، ماشي. بس إحنا دلوقتي إحنا بنتكلم على الباير، تمام ماشي. طب هل بدا سيلر كنترول كوستس؟ الاجابه الثالثه تشمل كل الاجابات. سنكرونايز اوبجكتيف، يعني ان انا اعمل هدف للاول والثاني، يعني ان الاثنين زي ما كان زمان زماننا بيكتبوا وين وين. دي الاجابه الاكثر دقه. ريدوس ريسك فور ذا سيلر باي شيفتنج ريسك تو ذا باير، ملوش دعوه بالانسنتيف. الكلام ده في الايه؟ في الريمبيرزبل بصفه عامه. بنقلل الريسك من السيلر ونخليه في الباير، بس هي المشكله احنا مش بنتكلم على، احنا بنتكلم على الانسنتيف نفسه، انسنتيف فيه. ليه انا بعمله انسنتيف فيه؟ عشان اوحد الاوبجيكتيف بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسيلر والباير. مفهومه؟ طيب. انا هخلص اربعه وخمسه وارجع تاني للمنصوره ونجيب واحد واثنين. تري كونسلتانسي is getting the computer installed from a vendor. The vendor will be paid the cost involved and the 10% incentive. Which contract will be used? كله بيقول بي. في ناس بتقول ايه؟ كويس. في ناس بتقول ايه؟ هي الاجابه يا جماعه، هي الناس كلها هتنخدع بالانسنتف. الانسنتف يا جماعه كنا عاملينه كان في شيرنج ريشيو، مش كلمه انا كتبت 10% انسنتف، لا هي دي برسنتج اوف كوست، بديله 10% بنش اوف كوست. الانسنتيف كنت بعمل فيها شيرنج ريشيو، كوست بلس بنش برسنتج، اللي هي دي اللي هي الايه؟ طبعا مش فيكسد، طبعا ان هنا في نسبه تمام ومش فيكسد كوست اصلا، يبقى هي الايه؟ كوست بلس برسنتج كوست. اتخدعنا بكلمه انسنتيف، مش كل كلمه انسنتيف معنى تحفيز، خد بالك. لكن هنا في الانسنتيف فيه بحفز عن طريق ان انا اعمل له زي نسبة ريشيو، لو قل على التارجت كوست ايه اللي بيحصل؟ برجع اقلل من ايه؟ بزود مثلا، لو هو قل بنقتسم الفلوس اللي وفرها لنا اللي هي الجزء دي. طب نخش على خمسة كده. ماشي يا بتوع بالعكس. The resource will be part of the team managed by some exception. هيورد ثلاثة ريسورس in 6 months. حلوة دي الله ينور كويس. لا مش fixed cost، مية ريت الكوست صعب fixed cost. بصفة عامة يا جماعة واضح جدا من شغل الكونسلتانس بتاع ان هو تايم اند ماتيريال. هو هيورد الثلاثه دول لست شهور مثلا من نظام بالساعه، تمام. مش انا طبعا ولا هي فيكسد كوست، واضحه جدا. ومش كوست بلس فيه اللي هو ما ذكرلكش هنا اي ايه؟ اي فيه. الاجابه هي ايه؟ دي كان اخر سؤال. نرجع كده تاني للسؤالين الاولانيين. المنصوره كانت بتسال عليهم. Which of the advantage of centralized؟ طبعا حاجه معروفه ان سبب الميزه بتاع السنترلايز كونتراكت
ان هي بتزود خبره الواحد في البروكيورمنت، انكريز اكسبرتايز. طيب هي عمرها ما ده بالعكس، ده فيها صعوبه في الاتصال مع مدير المشروع، يعني البروكيورمنت وقاعد في الاداره وانت قاعد وراجل بدرجه مانجر قاعد في الموقع. نو هوم؟ لا مش من دي نو هوم، النو هوم دي موجوده فين؟ في الديسنترلايز، ان هو بعد ما يسيب المكان بعد المشروع يخلص هيروح. المهم يبتدي تور ذا بروجكت، لا ده ما عندوش اي انتماء للمشروع. احنا كنا قلنا ايه كويس الاولى بقى، ان افكس البرايس كونتاكت ذا في اور بروفيت از انون، غير معروف طبعا، هو دي الاجابه اللي واضحه. بارت اوف نيجوشيشن انفولفد ان بينج افري انفويس، علاقه ان انا هعمل ازاي اعمل، مفيش نيجوشيشن، كنت هي فيكس برايس. ابلايد از لاين تو افري انفويس، ماليش دعوه لا بالكلام. ديتيرمن ويز اذر بارت ات ذا اند، يعني حددها اخر المشروع، لا طبعا الكلام كله غلط، الوحيد ان هو انون في اللي. طيب الفريق ده، طيب في حد في سؤال قبل ما نخلص؟ حد عنده استفسار عايزين نتكلم في حاجه قبل ما المهندس كمال يمسك ال، لا ما خلصناش، احنا عملنا بلان بس لسه، ده احنا هنبدع بقى ونعمل عقود ونوقعها، وبعد ما نوقعها يعني نعمل شغل جامد اول المحاضره الجايه ان شاء الله. هو اهم حاجه على فكره ده اطول شويه، اللي بعد كده هيبقى ان شاء الله ابسط. كلوزنج كلمتين، الادمنستريشن برده قليل، هو الشغل كله في كونتاكت كونتاكت، وهتلاقي احنا قلنا منه جزء النهارده، خلي بالك ما انسى شيء. حد عنده اي سؤال؟ اي عايزين ناخد حالة عملية من عند المهندس كمال. الله يرضى عنك يا رب. ناخد حالة حالة مهندس كمال. طيب وانا في الميكروفون عندي طبعا. الو لو حد صوته واحد بس يكتب ان الصوت واضح بس. طب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي كمثال للموضوع بتاع المشكله، ان احنا ممكن نقع في مشروع، مثلا المشروع ده يتحدد لي فيه البنود بتاعت البي او كيو، وان هو يذكر لي فيها البنود دي تفصيليا لكل حاجه. بس بعد مده مثلا، يعني المشروع ده اتعمل كمثال للمشروع اللي احنا فيه، اتعمل في 2007 وعدى عليه دلوقتي حوالي 6 سنوات وهو معمول، والبي كيو بتاعته اولد بي كيو، طبعا احنا ما نقدرش نغير فيها اي حاجه. فوقعنا في مشكله ان احنا بنيجي نشتري الحاجه طبقا للموجوده في البي كيو، فبنشتريها بسعر السوق اليومين دول، وفي نفس الوقت هي موجوده عندنا ان احنا بناخدها بالسعر القديم، بناخد ثمنها بالسعر القديم. انا مهندس كمال عسكر،
مهندس كهرباء وتحكم، شركة الراشد للتجارة والمقاولات في الرياض السعودية. أنا السكوب بتاعي في إدارة المشروع. فالمشروع اللي أنا بتكلم عليه هعيد تاني من الأول في عجالة. المشروع ده اسمه مختبر وطني، ده في السعودية. المشروع ده اتعمل في 2007 أو في 2006، اتعمل الكونتراكت بتاعه، وبعد كده بدأ يتعامل المشروع. فتعامل المشروع كبودي بس كستراكشر، وفضل المشكلة الموجودة فيه في الالكتروميكانيكال وورك. فالالكتروميكانيكال وورك اتعمل عليه هولد. فلما اتعمل عليه هولد قعد حوالي 6 سنوات او 5 سنوات لحد الآن. واحنا عندنا البي اي كيو اللي اتحطت لنا وتوصفت لنا بسعر قديم، يعني مثلا لا حضرتك احنا اتحطت لنا نزل ونزل. لا، ما فروق الاسعار، يعني احنا كل بند الطرقي مطلوب ان احنا نركبه او نعمله انستليشن او نورده للموقع موجود عندي في البي كيو القديمه، ما اقدرش اخد عليه زياده سعر، لازم هاخد السعر اللي هو متوصف لي وموجود لي في البي كيو القديمه. تمام معايا يا باشمهندس؟ فعلا احنا بنحاول نعمل الكلام ده، بس المخرج اللي احنا لقيناه ان احنا نعمل فاريشن اوردرز كتيره، يعني ان احنا الحاجات اللي هي موجوده لنا في البيكيو القديمه ان احنا نحاول نغير في مواصفاتها وبالتالي نغير في اسعارها ونطلب فاريشن اوردر جديد. هو السبب في تاخير المالك، يعني المالك هو اللي عمل هولد على المشروع، وده مش ذنب المقاول، بس هو المالك بيقول لي انا مديك بي كيو متوصفه فيها السعر ومتوصف فيها كل حاجه. تخيل مثلا انت عشان تعمل الاستريشن لكيبل مثلا 4 ملي او وات ايفر سايز، مثلا انت هتيجي تركبه هتيجي تلاقيه متوصف لك عندك في البيك القديمه، ومش هتقدر تقول حاجه لان هو فرض عليك ده في العقد بتاعك، وان انت تغير في العقد هو الطريقه الوحيده بس ان انت تقدر تعمل فاريشن اورجنز. ففعلا نجحت الفكره دي، وقدرنا ان احنا نعمل حاجه جديده، ان احنا نقترح عليهم فكره جديده للسكوب بتاع المشروع اصلا، وان هم يغيروا في السكوب بتاع المشروع كله، بحيث مثلا ان انا لو عندي مثلا كان معمول حاجه مثلا في قاعه محاضرات كمثال، يعني حاجه اسمها ترانسليشن سيستم، ان انا بعمل نظام ترجمه وفيديو سيستم، فيديو اوديو سيستم يعني. فاقترحنا عليهم ان التكنولوجي مثلا المستخدمه في السيستم ده قديمه، يعني مثلا اي البنود القديمه دي مواصفاتها مش متماشيه مع التكنولوجي اللي موجوده اليومين دول، وبالتالي قدرنا ناخد فاريشن اوردرز في بعض الحاجات، وستيب باي ستيب كده ان شاء الله نقدر ان احنا نهرب من الحاجه دي اللي احنا هنخسر فيها. طبعا الكابلات كلها غليت، الماتيريال كلها بتغلى، فبالتالي المشروع واقف على الشركه دلوقتي بخساره يعني. لا حضرتك بص، الكلام ده فعلا لما يكون انا متفق مع المقاول وعامل كوست بلس من الاول، لكن طالما معمول ديزاين وطلع ديزاين من الانجينيرنج عندي او الاداره الهندسيه بتاعت الشركه، وتوصفت فيه البنود وتوصفت فيه الاسعار او نزل لي فيه اسعار، فبالتالي بقى عندي مشكله لان انا وافقت على الاسعار دي. فهمتني؟ هو طبعا اي كلاينت او اي اونر او اي مالك لقى الحكايه دي طبعا، فهو مش عايز يخسر، هو عايز يديك بالسعر القديم ويخسرك. مع حضرتك لا يعني انا احنا حاولنا بالحاجات دي كتير، وبعدين لما يكون الكلاينت بتاعك وزاره مثلا، احنا بنتعامل مع وزاره الصحه في المختبرات دي، فطبعا مش عايز تخش معاه في قرارات وكده يعني عشان تكسبه اكتر يعني. وفعلا كسبنا منه مشروع تاني يعني، احنا اتحملنا كمان جت بعد كده ان في مشروع هاوسنج للمعامل دي، فكسبنا منه مشروع تاني. البادجت بتاعه ده في المشروع اللي معانا، يعني المشروع اللي معانا كان ب 200 مليون ريال سعودي، قدرنا نكسب مشروع تاني ب 350 مليون ريال سعودي. فدي حاجه كويسه يعني. دي كان كمثال للمشكله بتاعت الاسعار القديمه بتاعتي. في مثال تاني لمحاضره النهارده اللي هو الكوست بلس، كنت عايز اتكلم عليه برضو، ده لو عندكم وقت يعني او وقتكم يسمح يعني. مهندس اسلام، طيب حضرتك في بس عشان وقت الناس، في الكوست بلس. الكوست بلس دي مثلا انا اتطلب مني ان انا اعمل استيميشن او كوست استيميشن لمشروع عندنا،
فالمشروع ده انا ما عنديش وقت ان انا اخد فيه او اخد بروبوزلز فيه او اخد اي داتا عنه. فاتفقت مثلا مع الكلاينت او الاونر بتاع المشروع ان انا هعمل كوست بلس، وان انا زي ما مهندس محمد عاصم قال النهارده، قال ان احنا ممكن نعمل كوست بلس واي حاجه نعمل بها فواتير. فعلا احنا اتفقنا مع الكلاينت كده، وفعلا نجحت العمليه دي. ده مهندس محمد عصمت جزاه الله خيرا ذكرها بالنص النهار. فدي حاجه من فعلا يعني كل حاجه في الكورس فعلا والله بنتعرض ليها يوميا. يعني دول لا في يعني مثلا لو انا هديله فاتوره هاخد عليها اوفر هيد مثلا 30% او 30% يعني من الكوفيد ليا، يعني بدي الفاتوره وبرده بالاتفاق يعني بعمل اجريمنت معاه ان انت برضو ايه بديك الحاجه وانت بتديني 30% او 25% او 20% مارجن. ده لو حاجه انها حصلت مثلا وانا بعمل الكوست استيميشن بتاعتي ان انا حاجه سقطت مني او حاجه مثلا ظهرت قدام ما كناش عاملين حسابها او اي حاجه مشكله مستقبليه يعني. لكن اي حاجه في السكوب انت ممكن تتخيلها فبتحطها وتعرضها. دي برضو مثال بالنسبه للكوست بلس. في حاجه تاني بالنسبه للبروجريس كنت عايز اتكلم فيها برضو كمثال. عندنا في الشركه في المشاريع الكبيره في مهندس من الاخوه ذكر، لا دي مش اسرار حضرتك دي كل الناس عارفاها. يعني في مثلا يعني حضرتك كل المقاولين عارفين طبعا ان المارجن انت بتتفق عليه 30 او 25 حسب علاقتك بالكلاينت بتاعك. يعني البروجريس مثلا في مهندس ذكر من الاخوه ان انا ممكن ازود الانتاجيه من خلال ان انا اقرب الانتاج بالراتب او الانتاج بالفلوس. لا حضرتك حته اللعب في الفواتير دي بتبقى صعبه شويه، لان انا بتكلم مع لما انا بتكلم بتعامل مع كلاينت كبير بيديني مشاريع مثلا ب 4 مليار او 7 مليار، فانا بتكلم معاه يعني لازم يكون في تراست. تمام. دي في حاجه تانية، في حاجه تانية مهمه برضو قدرنا يعني في اسلوب عندنا في الشركه بنتابعه، ان في حاجه في عايزين نزود الانتاجيه. ففي حاجات المشاريع الكبيره يعني احنا عندنا مشروع اسكان مدينه جيزان، المشروع ده عباره عن 2500 فيلا، مدينه سكنيه يعتبر بالمستوصفات بالمستشفيات بكل ما فيها. فعايزين في المشاريع الكبيره دي احنا مش عايزين نحط فيها، يعني انا مثلا كان عندنا 7000 عامل في المشروع ده، فاكتشفت 7000 عامل دول الكنترول عليهم صعب جدا، ان انا اعمل عليهم كنترول ده صعب جدا. حتى لو في بلانرز، حتى لو في تمام، حتى لو في حاجات كتير. فان احنا وصلنا لحاجه ان احنا نقلل الانتاجيه، نقلل المان باور سوري، وعشان نزود الانتاجيه نعمل حاجه اسمها ايه؟ بروجريس، اللي هو بروفيت مرتبط بالبروجريس. ان انا مثلا المهندس بتاعي او الفورمان او الناس اللي هم مسؤولين عن جزء معين من المشروع، ان انا كمدير مشروع اتفق معاهم او في الاداره الهندسيه او في اداره بالظبط ان انا ادي بونص، بس البونص ده مرتبط بالريت. تمام. لا مرتبط بالريت، يعني مثلا انا هخلص 5 فيلا تشطيبات مثلا في اسبوع، لا هو لو خلص 5 اضافي عليهم بياخد الدبل. تمام. ولو خلص 70% بياخد 70% حسب الريت بتاع الشغل. يعني دي حاجه. الحاجه الاخيره ان انا عشان كمان اضمن ان الناس اللي بتشتغل دول ما يعني ما يبوظوش الشغل، وان هم ما ي... وانا بعمل لهم بروجريس ما ي... ما ينت... يعني ما ينتبهوش ان هم يعني ياخدوا فلوس من المشروع ويعملوا بروجريس على حساب الشغل وعلى حساب كفاءه الشغل. فعملنا قسم في المشروع اسمه الكواليتي كنترول، طبعا مع مهندس محمد اسمه اتعرفنا على على الحاجه دي في التشابتر بتاع الكواليتي كنترول. عملنا كواليتي كنترول ديبارتمنت، الكواليتي كنترول ديبارتمنت دي عشان اضمن ان انا الناس عندي وهي شغاله عشان تزود الانتاجيه، في نفس الوقت بعمل عليهم كنترول في الانستليشنز وفي الاستلام، ان انا بستلم منهم قبل الكليانت ما يست قبل الكلاينت سوري ما يستلم منهم. دي عشان حاجه، وحاجه ثانيه دي عشان كفاءه الشغل وعشان التايم. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان انا لسمعة الشركة، لأن مثلا لو المشاكل الهندسية دي ظهرت بناء أو بعد التسليم دي بتعمل لي مشكلة جدا في سمعة الشركة بتاعتي. فدي كانت باختصار شديد 3 أمثلة حبيت أتكلم معاكم النهاردة فيها، ومتشكر جدا إن أنتوا سمحتوا لي
اشارككم، وان شاء الله باذن الله يعني نلتقي مره. ومشكر جدا لاكاديميه الدارين، ومشكر جدا للزملاء جميعا، وجزاكم الله خيرا جميلا. وشكرا للمهندس محمد عثمان، تحيه خاصه لي والله، وربنا ينفع الجميع ويعلمنا وينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا مع المهندس كمال عسكر، صوت معايا دلوقتي ولا؟ تمام. شاكين على المهندس كمال، ربنا يبارك فيه يا رب ويجازيه خير. وفعلا يعني اتكلمنا عن، كانت حته جميله قوي اللي هو انشاوا قسم الكواليتي، اللي هي الجزء اللي احنا كنا قلناه قبل كده ان الكواليتي كنترول بيبقى بيزود بيسبق الفيريفاي سكوب، قبل ما يسلم بره يستلم هو جوه. يعني هو لازم يستلم الاول ويظبط شغله، وبعد كده يبدا يستلم جوه. وده اللي كمانس كمان. حد تاني ممكن نقعد، احنا ما وراناش حاجه، بنمد نص ساعه كمان. حد تاني عنده اي تجربه يعني يقول لنا عليها، يكلمنا عن الكورس، يكلمنا عن محاضره النهارده، يكلمنا عن خبره عمليه. النوتريت اللي هو بتاع اللي هو البرفورمانس اللي هو اورد فيه، اورد فيه يا باشمهندس منتشين، اللي هو الاورد فيه انا بديله على اداء معين بديله فلوس. البوز نابينج كورس مش هعوض يعني، انت كنت عايز تحط عليها مش هتصعب. لا المدير مش قاعد، ما تقلقش. والله هو حضراتكم معلش يعني موضوع كفاءه يعني، حضراتكم بفضل الله رب العالمين يعني، لولا انكم كفاءات ما ان شاء الله يعني ما مكانكم عمره ما يستغنى عنكم ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. المهندس عيسى بيتكلم على البروسس مابنج كورس، ايه درجه افادته ومرات اداره المشاريع؟ هبحث عنه، انا ما اعرفوش بصراحه. لو حد عنده فكره كويس يقول لي يعني، ومين الهيئه اللي بتطلع الكورس ده؟ حد يقول لي بس الامر ده، وانا ايه انه ايه يعني انا يعني ما سمعتش عنه. هو في حاجات كده مشهوره زي اي بي ام اي، في زي بي ام بي، زي عندنا ال مش متذكر والله، بس في كتير يعني شهادات كتيره معروفه. انا اي بي ام اي بدرجاتها الاربعه. والله في شيء، في شهاده مشهوره قوي بس مش مشهوره في الوضع العربي عندنا، لقيت في اجانب كتير واخدينها. برينس 2 في ناس واخداها. المهم يعني في كتير يعني بس انا ما اعرفش ما بين كورس. لو عرفت مين، لو حضرتك عرفت مين اللي يعني اللي بيقدمها، الرابط بتاعه، نقدر نشوف هل ونسال برضو مديرنا. يعني حضرتك ممكن تبعتها لي على الميل، او اعرف او ابحث عنها من خلال جوجل يعني. ما بين كورس حد عنده يتكلم هو كمان بس يقول لنا تجربه من تجاربه، او يحكي لنا حاجه في العقود. اول واحد يقول لي اكتب لي واحد يدخل هو، اول واحد يكتب واحد. ما حلو يا باشمهندس يعني، شكلك عايز تدخل وانس اوت سكادول. في سكادول بروفيم بي ماي طبعا. لا انا ما عملتش حاجه، بس في حاجه معموله نازله على النت، واحد اسمه كانت نزلت على صفحه من الصفحات بتاعتنا، كتابه العمليات ال 42، حتى كان اسمه ريكاردو، راجل اسمه ريكاردو ظبط يعني، قعد يدخل ال 42 عمليات بعضها. لو حضرتك عايزني ان انا ابعت انزلك على الصفحه، وكان نزلت على صفحه من الصفحات البي ام بي اللي احنا مشتركين فيها. هو طبعا في انواع، ما بيقول لك في العقود المختلطه، طبعا في انواع من العقود الثانيه ما ذكرتش، احنا حكينا على اهم العقود اللي موجوده. تمام؟ ف العقود المختلطه يعني انا
هشوف عليه برضه تصنيفها ايه. انا مش يعني هل بيبقى فيها كده يعني حاجات مع بعضها يعني كذا نوع مع بعض. انا مش ما سمعتش عن موضوع العقول المختلطة قبل كده. حد عنده فكرة يقول لنا؟ اه انا ادورها ادورك عليه. مكتبة جريء 44 قالب في ضغط مشروعات من ثقة تدريب. اه ما فيش القوالب دي مش قضية. اه على فكرة حالة المهندس عسكر تتعارض مع الفلك. ما هو مين بيمشي يعني؟ طبعا حضرتك قصدي عليك ان المالك طبعا في عالمنا العربي حكومات ساعات بيبقى ليها تأثير قوي في تغسير غير بعض القوانين العامة اللي موجودة. فهو نفسه الراجل رد على السؤال ده قال لك ان وزارة الصحة انا عايز اعمل معاها شغل وجابت لي شغل بعد كده، فكرت ان انا اقبل بهذا الامر. لان طبعا زي ما حضرتك بتقول لو ملك عادي وصهر عادي هيبقى شيء طبيعي ان اللي اخر الشغل يحصل بليتشنج للايه؟ للعقد نفسه، العقد نفسه يتفسخ. طبعا طبعا. تعامل مع حكومات صعب جدا، صح؟ صح كده، انا مقتنع بهذا الامر. خاصة يعني لما تكون الحكومة في قوة شوية. صح تمام. اسئله تريد سبعة فاصل تراك كافيه دخول الامتحان؟ اه كافيه. 1400 سؤال اعتقد مش قليلين. بس لا بس خلي بال حضرتك، حل من بره في بي ام ستادي، حل امتحان بتاع بي ام ستادي وده جميل جدا. حل من بره علشان حاجه تانيه، علشان يبقى عندك تنوع. يعني انت خلص معظم الفاست تراك بس حاول تحل من بره عشان يبقى عندك تنوع في طريقه الاسئله. الملف بتاع العمليات نزل على الجروب دلوقتي. تمام الله ينور الله ينور، حلو جميل جدا. يعني احنا نستفيد من بعض. طيب ما لو عايزين نقعد حد يقول لنا فكره دلوقتي يا جماعه، حد يتكلم، نديله ميكروفون ويتكلم. اول واحده يكتب واحدا انا هختاره على طول. ما انت عاوز مش ما انت لانس كمان اتكلمت. ايه نسيت حاجه عايز تقولها؟ انا عايز واحد يتكلم. اكتب لي واحد بس، اي واحد انت بواحد ولا فكره من افكاره يعني نشوف. ادفانس عوض اتنين يعني انا مش هتكلم ابدا. طب ايه رايك ادفانس عوض؟ تكلمنا عن مره من الحمارات اللي كنت هتفنش فيها. طيب المهندسه اعتقد المهندسه ازدهار اعتقد ان هي هتتكلم. ماشي هحاول اديك الميكروفون، هقفل الميكروفون عندي واحاول اديها لحضرتك. انا مش لاقي، انا بدور على اسم مش لاقي، مع ان طلب اه ترفع ايديها. في رفع ايد، عايز ترفع ايدي كمان وانا اقدر اديها ميكروفون. واحنا قلت اول واحد دخلت اتنين، كنت هخلي حضرتك تتكلم. في ريز هاند هنا. لسه الميكروفون معايا مازال، وانا عايز اديه لاول واحد طلبت منه اي 7. هنزل باسم اي 7 ده
بدور عليه في الحضور مش عارف ما يظهرش ليه. طيب واضح ان الناس خرج، ان هي خرجت. طيب حد تاني عايز يتكلم او حد تاني هنسمع كلامه؟ عندنا 3 4 محاضرات نسمع كلام بعض، نشوف اي كل واحد ياخد خبرة التاني. جماعة حد يكتب واحد. ماسك العسكر طيب ماشي، نشوف ماسك العسكر يوضح، عايز يوضح كلمة من كلمات. لا مش عارف يعمل ايه، ما حدش عايز يتكلم هيعمل ايه، الراجل الوحيد اللي عايز يتكلم هنا. ما هو صعب يقولك هتفنش، اقول له يا عم اتكلم رضا ربنا، مش يعني ما مقتنع بس مش عارف الا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت واضح يا جماعة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تاني هعرض بس المشكلة بتاعتي وهنتناقش فيها مع حضراتكم تاني موضوع الـ variation orders اللي احنا بالظبط بالظبط زيادة الحديد. يعني أنا لو هعمل، طب بمناسبة زيادة الحديد دي، احنا في نفس المشروع اتطلب مننا ان احنا نعمل اكستنشن للبروجكت، فهنبني مبنى جديد. المبنى ده تقريبا مساحته 400 متر في 3 ادوار تقريبا انكلودنج ذا بيزمنت، فبرضه مشكلة الحديد دي برضه يعني او الاستراكشر، تخيل ان هم فرضوا علينا الاسعار القديمة، تخيل لدرجة ان احنا في بعض الاحيان لما بنيجي نحط الفاريشن اوردر برايس او الايتم برايس لاي حاجه، بندور على اي حاجه مش موجوده في مش موجوده في الاولد بي او كيو بتاعتنا. يعني انا بنحاول نهرب من العادي القديم باي طريقه، دي حاجه. الحاجه الثانيه اصلا في حاجه يعني هي دي فعلا كانت هي الفيصل، ان احنا نقدر ناخد فاريشن اوردر، ان احنا اصلا نحاول نقنع الكلاينت او الاونر انه يغير نظرته عن الفانكشن بتاعت البروجكت. يعني ان احنا نغير من البرودكت ذات نفسه، ان البرودكت بدل ما هو كان مجموعه معامل عاديه، فهم قرروا ان هم يزودوا من قيمه المعامل دي ويخلوها معامل عالميه بمواصفات عالميه. زي حضرتك مثلا تعرف او تسمعوا حضراتكم عن المعامل اللي بيتعمل فيها تحاليل الدي ان ايه في امريكا، او حاجه اسمها بايو ليفل سكيورتي. بس بالظبط احنا كسبناه فعلا على اللونج ران بتاعنا، وفي نفس الوقت برضو نحاول نكسب من البروجكت بتاعنا. يعني مثلا البروجكت القديم كان مبنى عادي، فلما هنبدا المشروع يعني الحكايه من الاول عشان الناس ما تتوهش، بس ان احنا فعلا قدرنا نغير من السكوب بطريقه ان هو يسند الينا الامر، ويحاول هو يغير من السبيكس بتاعته القديمه ويغير من متطلباته. ان احنا مثلا نعرض عليه نقول له احنا مثلا ممكن نعمل نظام تحكم كذا، او ممكن مثلا المكان ده نغير فيه انه يكون افضل، والكلام ده يبقى جدي وبعروض. ان انا لما اروح له اقول له انت مش هتخسر كتير في كذا، برضو انا بكسب حاجه. هم ما هو مثلا لو فنيا او تكنيكال مش فاهم، انا فاهم بحيث ان انا اقدر اغير من شكله او صياغه البنود بتاعتي واصيغها بالشكل اللي هو يفيدني، ان انا اتحرك بالاسعار بتاعتي واقدر ان انا اهرب من السعر القديم بتاعي. بالظبط، الله ينور عليك. لا فعلا دي حاجه تانية. الحاجه اللي يخليني اعمل كده، المشروع ده حضرتك خلص من 2008 او 2009 كاستراكشر، يعني فاضل فيه شغل اللاند سكيب والالكتروميكانيكال وورك. تخيل مثلا في شغل، مثلا شغل الفيلد ووتر او شغل التكييف المركزي، التشيلرات عندي موجوده عنها بقى عند سنتين في الموقع، الاير كونديشنرز التكييفات كلها موجوده عندي، اللي هي السبليت يونتس والفان كويل يونتس كلها موجوده عندي في الموقع. دي هتسبب لي مشاكل جدا في التيست كوميشننج بتاعتي لما اجي اشغل، دي حاجات يعني. فبنحاول احنا نغير في اللي ما ركبش،
يعني هو المبنى عندي او المشروع عندي عباره عن 6 مباني، انا خلصت من خلص عندي 2، فاضل 2 لسه الالكتروميكانيكال وورك ما خلصش، تمام؟ فبنحاول ان احنا نغير من الحاجات القديمه عشان ناخد الحاجه اللي جايه ما نخسرش فيها ونهرب من الاسعار القديمه دي. حاجه الحاجه اللي في مثلا كمثال مثلا موضوع شغل البي ام اس ورك او البيلدنج مانجمنت سيستم، ده ما كانش موجود اصلا، قدرنا ان احنا مثلا ناخد فاريشن اوردر دي وننزله بفاريشن اوردر. الكوميونيكيشن سيستم الاي بي سيستم فعلا كان موجود، او هم يعني كان موجود وما كانوش عارفين ان هو موجود يعني للاسف، يعني حتى برضو لسوء الحظ كان عندنا مهندسين قبل كده موجودين في الشركه، يعني هم حطوا سيستم هايبرد سيستم او هايبرد سيستم وما كانوش عارفين ان هو السيستم ده اي بي او مش اي بي يعني، لحد برضو الحمد لله برضو يعني قدرت ان انا اعرف ان هو ده اي بي او مش اي بي. وبرضو بالنسبه للبي ام اس سيستم ده فتح عليا حاجات كتيره قوي، يعني ان انا شغل الاوتوميشن او البيلدنج مانجمنت عامه هيتطرق لكل شيء في الموقع، هي من الاخر مثلا زي مثلا هيعمل لي شغل اكسكافيشن وورك، ان انا مثلا عشان اقول له مثلا انت عايز تعمل بي ام اس، طب انا الجزء ده من المبنى اتفنش عشان اقدر اوصل له، هقعد لازم انت حضرتك تغير لي مثلا في المواصفات بتاعت اللي هو الاحلال والتجديد بتاع ان انا هكسر هنا وهرجع تاني اعمل اعاده الحاله الاصليه للمبنى. فدي كانت برضو حاجه طريقه كويسه ان احنا ندخل نغير فيها. الحاجه الجديده انه احنا فعلا قدرنا نقنعهم من عن طريق حاجه اسمها البايو سيفتي ليفلز بتاعت السكوب بتاع او الفانكشن بتاعت المعامل دي، بعد كده ان هم يرفعوا من الحاله بتاعتها ان هي تبقى معامل امنيه، يعني مؤمنه ضد البكتيريا وضد الامراض، ان هي فعلا بعد كده هيعملوا فيها زي مكافحه للفيروسات او هيعملوا المصل، يعني مثلا لو انت حضرتك في مصل ظهر مثلا في المنطقه، فالمصل ده او سوري لو في مرض ظهر في المنطقه جديد، يعني يبداوا يعملوا تجارب عشان يطلعوا المصل المكافئ ليه او المقاوم ليه في المعامل دي. ففعلا بدات البادجت بتاع البروجكت يزيد الاضعاف، يعني البروجكت لو كان مثلا فور اكزامبل ب 100 مليون بدا يزيد ويبقى معانا ب 300 مليون. فدي كانت حاجه جميله جدا يعني، وبرده دي والله يعني برده لكفاءه الناس يعني، برضو يعني كان في مديرين مشاريع قبل كده الحاجات دي كده كلهم، يعني هو اشتغل في المشروع وعمل اللي عليه ومشي، ودي بتفرق يا جماعه والله من انسان للتاني يعني. الانسان او المهندس لما يكون كرييتيف دي حاجه بتبقى يعني في بالظبط موظف، الموظف ده بيروح ويقبض مرتبه في اخر الشهر وبرده بيتعامل زي الناس التانيه كمهندس، بس فرق المهندس عن المهندس حاجه يعني فرق شاسع جدا يعني، لما يكون مهندس كرييتيف لما هو ياخد. لا انا مش مدير مشروع صراحه، انا لسه يعني انا يعني استنتدي يعني انا عامه في اداره المشاريع يعني في اداره المتابعه في البي ام او، انا شغلي في البي ام او. فالمشروع ده عشان هو خاطر ده من زمان والناس مشيت منه فاسمرته للبي ام او. البي ام او عندنا عباره عن اداره المتابعه والتنسيق، ان انا بتابع باشمهندس عوض ده عادي، ده انا عندي 25 يعني يعتبر 26 الف موظف في الشركه كلهم عارفين كده يعني، فحضرتك يعني اوريدي بتاع ربنا زي مهندس محمد عصمت ربنا يبارك له قال لك، والناس عندنا ناس كويسه جدا، وفعلا طالما انت كفاءتك كويسه وبتجتهد وتدي شغلك كل حاجه وتبقى كرييتيف في شغلك وبتحاول تطور من نفسك، دي بتكون افضل حاجه تقدر توصلك طريق النجاح يعني. فحضرتك اكمل موضوع البي ام او، احنا تعرضنا في الاول للدراسه، انا بحاول اقول الكلام ده ان فعلا دي كامثله الناس كانت بتسال حتى في الشات، ما يحبش الكفاءات، بالعكس طبعا ده مدير مشروع ما يبقى. بالنسبه انا هشرح بس حته البي ام او، الناس في الاول في الشات كانت بتسال مهندس محمد عصمت في شركات فيها البور اوفيس، ده هو فعلا الشركه عندنا موجوده فيها البي ام او. البي ام او ده اصلا كتطبيق اللي احنا خدناه، البي ام او ده بينسق ادارات بينسق بين المشاريع وبعضها، يعني مثلا هو هيكل الشركه كله او يعني الشركه كله بيتمثل في البي ام او،
هو اللي بيدايركت البروكيرمنت ديفيجن زي ما مهندس محمد ده اسمه، ممكن يقول لنا بعد كده الانتجريشن. احنا فعلا يعني مثلا كمشروع متابعه، مثلا عندي مثلا لو عندي حاجه ما ركبتش في مشروع هيتسلم، بروح اشوف اصل الحاجه دي ايه عند البروكيرمنت، بقول له انت الحاجه دي ما ركبتش ليه، شوف السب كونتراكتور او شوف السبلاير او شوف انت الحاله بتاع ايه المشكله، فبيرجع يقول لي المشكله ايه عنده. بعد كده بشوف انا المشكله واحلها لو المشروع ده بالظبط بالظبط. بس حضرتك هو ده الاداره، يعني هو فوقينا، بس هو انا فوقيه مديري اللي هو المدير بتاعي، وبعد كده مدير اداره المشاريع، وبعد كده المدير العام لقطاع المقاولات عندنا في الشركه. فهو البي ام او هو كل حاجه في الشركه، هو اللي بيوزع الناس. لو انت عايز ناس تطلب منه، لو انت عايز مهندسين تطلب منه، لو انت عندك مشكله مع الاستشاري او المالك بتطلب منه، فهو كل شيء هو المتابعه. يعني انت من بعيد كبروجكت مانجر يربطك بالشركه بتاعتك او بالشركه بتاعتنا، البي ام او انت بتطلب كل حاجه من البي ام او، وفي نفس الوقت بتتعامل مع البروكيرمنت تعامل منفصل ليك. يعني انت لو عايز اي حاجه مثلا بتشتري، بتتعامل مع مثلا مع سب كونتراكتور، السب كونتراكتور بيجي يخلص حاجته من عند مع مدير للسب كونتراكتورز، بيجي يخلص من عندنا وبعد كده يروح ينفذ على المشروع. يبقى احنا هو المشروع شغال تنفيذي واحنا بنتابع عليه، لان برضه حضرتك انا لو سبت الكوست وسبت السب كونتراكتور وسبت السبلايرز للبروجكت مانجر هيبقى مليونير يعني. وفعلا دي حصلت عندنا في مشكله في مشروع برضه، بروجكت مانجر كده كان اتعامل مع السبلايرز بحريه، سابوا له الحريه في التعامل، فحصلت مشاكل كتير وكان مشكله فيها رشاوي كده، فتفنش ده يا باشمهندس عوض. بضغط على ايه حضرتك مهندس عوض؟ مهندس اسلام بيقول المشروع في ميعاده. يعني المشتريات انا هو مدير اداره المشاريع هو حضرتك. وحضرتك البي كيو اللي بقدمها هي دي تعتبر العقد، بس انا بقول له ان دي كوست بلس، وان انا لو في حاجه زادت عندي او حاجه انا مش حاططها او حاجه الحاجه بتاعت الموقع او الحاجه بتاعت عمليه التركيبات متطلباها، فانا بضطر ان انا ازودها. هو تقريبا كده والله يا مهندس احمد علوي. فربنا يخليك يا مهندس عوض والله، وربنا يجازيك خير جميعا. حد عنده سؤال بالنسبه للبي ام او او المشاريع؟ مهندس محمد عايز حضرتك لو عايز تسالني اي حاجه اتفضل، نفسي اتشرف بحضرتك يعني. فبالنسبة للبي ام او من تاني، البي ام او ده بيربط كل الأقسام ببعضيها، وهو كل المستخلصات، وفعلا البادجت النهائي البي ام بي نسبة حملة. يعني ايه حضرتك مهندس عيسى؟ قصدي حضرتك ايه بنسبة حملة دي؟ يعني نسبتها نسبة تطبيقها عندنا فعلا كل المدراء عندنا في الشركة، الشركات تفتخر بالداتابيز. لا حضرتك البي ام بي والبروجكت مانجمنت عندنا تعتبر مطبقه بنسبه كبيره في البي ام او. يعني انت عشان حضرتك تبقى ليد انجينير او تبقى متابع او تاخد عقد، يبقى لا بنسبه كبيره عندنا البي ام بي، او معظم المدراء عندنا معاهم بي ام بي. يعني حضرتك كل معظم المدراء عندنا، يعني معظم المدراء عندنا معاهم بي ام بي، حتى الناس على اقل حاجه اللي هم مثلا البلانرز وكده يعني بيبقوا على دراية بيها تامة، يعني حتى هم لو مش سيرتيفايد يعني كل معظم الناس. يعني عشان كده انا بسعى ان شاء الله ان انا اخد الشهادة دي مع الناس جميلة. والشهادة دي والله يا جماعة مهمة جدا لدرجة لا تتخيلوها، يعني فعلا زي ما محمد اسمط انا بلتمس كل كلامه في عملية والله. يعني هو هناخد الكورس ان شاء الله مع مهندس محمد ونكمل، ومشيئة الرحمن ربنا يكرمنا وندخل الامتحان البي ام اي، وربنا يكرم الجميع ان شاء الله.
لا حضرتك، يعني الشركة عندنا كل ما مثلا، أو الشركات في السعودية عامة، ومش كل الشركات، الشركات الكبيرة يعني، الشركات عندنا مثلا لو حضرتك عايز تاخد ماجستير في حاجة هي تدعمك، فهمتني؟ حضرتك معظم الناس يعني، أنا بتعامل مع 5 أو 6 عندنا في البي ام او معاهم الشهادة دي، وأعتقد إن كل مدراء المشاريع عندنا معاهم بي ام بي. حضرتك والله انا خبره 5 سنوات، واعتقد ان الشهاده يعني مؤثره معايا جدا، يعني انا شايفها يعني نقطه تحول في حياتي ان شاء الله وفي حياه الجميع. يعني انا اتصور ان الناس اللي فعلا حضرت الكورس معانا، واعتقد ان هي بعد كده يعني ان شاء الله يعني في مستقبلها وفي حياتها يعني تغيير شامل. انا شايف ان هي هتغير مسار حياتي، يعني حياتي المهنيه عامه. يعني حضرتك البنارز دي الاسعار او المرتبات مش بيبقى حضرتك حته البرايس او حته المرتبات ما تقدرش تعرفها، يعني لازم تتعامل مع الاتش ار، ومش كل الناس بتتساوى. يعني حضرتك ممكن مهندس 5 سنوات خبره مرتبه اكبر من 8 سنوات، وممكن مهندس 3 سنوات او 4 سنوات خبره مرتبه اكتر من ال5 سنوات دي عندنا موجوده في الشركه فعلا. يعني انت بتعتمد على الكفاءه وانت قد ايه في شغلك متمكن، واهم حاجه ان الشركه هي محتاجاك في المجال اللي انت فيه ده، اللي انت فارق معاهم، ان انت لما بيسند عليك. يعني حضرتك انا في الكهرباء كنترول، انا الموضوع الكوست بلس اللي اسند عليا ديزاين، فلما مدير اداره المشاريع يسند عليا انا مش هقول له لا، فعلا اخدت الديزاين، عملت الديزاين يعني باجتهاد. يعني حد من المهندسين اللي معايا عنده اي استفسار بالنسبه للفاريشن اوردرز او البي ام او او اي استفسار؟ الرانك بتاع ايه يا باشمهندس سعيد؟ الدعم الفني لانك الوقت زي ما قلت لحضرتك بيفرق مع الخبره مع حضرتك، يعني وبتفرق معاك انت قد ايه كرييتيف، وقد ايه انت ممكن يعتمد عليك في الشغل، بتفرق معاك جامد. وخلي بالك مع حضرتك في الادارات وفي الشركات الكبيره، يعني انا ليا زمايل برضو في الشركات الكبيره، لما انت بتكون مش انسان مش كويس في شغلك بيخلص منك دي، يعني فعلا. يعني والله يا جماعه انا يعني نوت عليا والله، يعني انا سعيد ان انا بتكلم معاكم، وانا نفسي اساعدكم زي ما الناس في اكاديميه الدارين بتساعدكم صراحه. يعني ان شاء الله ربنا يجازيه خير مهندس محمد عصمت، وان شاء الله جميعا ان شاء الله ناخد الشهاده يا جماعه ان شاء الله، ونجتهد ونذاكر شويه في الامتحانات ان شاء الله. بيفنشوني ايوه فعلا والله يا مهندس عوض بيفنشوا فعلا، هم فعلا اي مهندس كفاءته مش كويسه على ايدي انا حضرتك. يعني حضرتك في الاول خالص هم كل ما انت قادرين ان هم يعتمدوا عليك مثلا، يخلوك مثلا انت اللي تجيب الناس، يعني انت اللي تعمل انترفيوهات مع الناس عشان انت اللي تجيبهم كتكنيكالي، يعتمدوا عليك في التكنيكالي غير الجانب العملي كمان، فدي بتبقى مع الوقت بتزيد، وكل ما حضرتك بتمشي في الكارير بتاعتك حضرتك بتعمل ابديت لنفسك، المهام بتضاف عليك، حاجات كنت بتعملها في زمان في الماضي مش هتعملها في المستقبل، هيجي حد يعملها معاك تمام. فكل كل ما انت بتعدي وقتك وبتزود من خبراتك. لا طبعا الرقم ده منسى عوض ده عندكم انتوا في الليل مش كده؟ بصراحة حتة الرواتب دي يا جماعة مش بحب أتكلم فيها طبعا، ممكن فعلا يكون بيدوك هو كباكج
الناس بتاعت بن لادن بتدي باكج عامة يعني. ايوه بالظبط. لا في شركات تانية بتدي باكج، وده بيبقى له مميزاته عن شركات تانية، وبرضه يعني كل حاجة لها مميزاتها وعيوبها. جزاك الله خير يا مهندس محمد عصمت. والله انا سعيد جدا يعني، ان شاء الله ربنا يجازيك خير ويجازي الناس كلها خير في التسجيل وفي الاعداد وفي التسويق، وربنا يجازينا خير جميعا يا جماعة والله. والروح جميلة جدا، وانا سعيد جدا ان انا اتعرف بيكم النهاردة، وان شاء الله نلتقي في اوقات اخرى. وطولت عليكم، ومتشكر جدا مهندس محمد عثمان، محمد عثمان انك سمحت لي تاني ان ادخل. وان شاء الله يا جماعه على خير، ان شاء الله نلتقي في الجنه جميعا ان شاء الله باذن الله من شاء الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت مسموع؟ تمام مهندس كمال، ربنا امتعنا والله بحديثه، ويعني هو كان الحديث ما شاء الله كان جميل جدا جدا، وانا يعني عايز حد تاني يدخل كده، ولو حتى انا مستمتع، مش عايز اقفل بصراحه، مع ان يمكن النهارده كان يوم مرهق جدا بالنسبه لي، بس والله انا دلوقتي مش مستمتع جدا، ما يعني لو حد تاني يسيب لي رقم واحد هختاره على طول. وكلمنا برضه في مشروع، اتكلمنا يعني يفتح يعني ثلاثة يعني شكلك عايز مشروع عندنا لمب صم، بس بتقدم فواتير بنسبة الإنجاز، يعني حضرتك كل حاجة بتشتريها بتعرفهم، ولا يعني إيه بنسب الإنجاز؟ أنا مش فاهم أنسى شيء، تتكلم حضرتك أديك الفرصة وتفهمنا؟ مش فاهم السؤال، يعني لمب صم يعني إيه المفروض؟ طيب لان بصنع المفروض ان حاجه يعني اجمالي زي فيكسد كوست، بس حاجه بتقدم فواتير، ده معناه انك انت كوست اللي هو ريمبرزبل او اللي هو كوست بلس، تقدم فواتير حاجات لك جايبها، بس ليه لان بصنع؟ انا مش عارف يعني، انا مش عارف التداخل بينهم ازاي، حاجه تشرحها لنا، نديك الميكروفون تشرح لنا. يعني كل ما بتخلص بروجريس فورك، كل ما بت كل ما بتركب ب... بتاخد بتاخد فاتوره. تاخد شغل؟ لا ده لمب صم عادي، ده يعتبر فيكسد عادي، انت لازم بتاخد ساعه ما بتتم عملك، ده اللي انا فاهمه. تمام كده، ده انا فاهمه كده. طيب ما انساش ان حضرتك عايز الكلمه، قول لي واحد تاني تمام. هو المتابعه عن طريق الفواتير ده ملوش دعوه بنوع العقد، احنا بنتكلم عن نوع العقد، فالعقد ان هو لمب صم عادي، الكلام هنا عن نوع العقد، هو من الكلام بتاعه ان نوع العقد انه واحد، ان هو فيكسد اللي هو لمب صم، بس هو بياخد كل ما بيخلص شغل يفهم ليه هذا الامر. طيب مين مقطوع ماشي يعني بالقطعه يعني مقطوعية يعني كله على بعضه يعني، والله مسام كده كله بياخد الحاجة كلها على بعضها. طيب نشوف حد تاني يكلمنا. حد تاني يكتب واحد، واحد يكتب واحد اختاره. لا لا مش عايز تدخل تكتب اتنين وتلاتة. يا جماعة واحد يكلمنا عن شغله، مجال جديد نفتح يعني انا لو اعرف بالاول انا كنت فتحتها من الاول، بس انا ما عرفتش غير قريب ان ممكن حد يدخل معانا، انا لو اعرف كنت مثلا من ثالث او رابع محاضره، بس انا مستمتع ان احنا نشوف خبرات بعض ونسمع، انا استمتعت جدا بكلام مهندس كمال. انت عايز تنام، انت حضرتك عايز خفت بخاف مطمن تنام وانت خفت تفنش. ربع ساعه نسمع واحد بس ونكمل المره الجايه، ايه رايكم؟ مين يكلمنا؟ انت حضرتك عايز عشان التركيز؟ طيب واضح ان مفيش عايز حد عايز يتكلم، يعني لو كده حد كده بواحد كنا نقعد 10 دقايق، لو 10 دقايق خلاص مفيش مشكلة، احنا كده ايه يعني. طيب ممكن ناخد بقى ان شاء الله، ممكن اخر مرة كده ناخد
تليفونات بعض، نشوف ايه الموضوع، نتواصل مع بعض ان شاء الله على قدر الامكان ان شاء الله. احنا طبعا الايميل جاي مع حضراتكم. طيب بس مش عايز تتكلم، اكد لي بواحد تاني، بس تكتب واحد. طيب خلاص كده كفايه، احنا النهارده ايه طولنا لغايه 10 ونص، ما فهمش المهندس لاشين عايز يدخل ولا. طيب خلاص هتحضر، هتحضر ايه؟ طيب خلاص ان شاء الله باذن الله المره الجايه ارفع ايدك لو عايز تتكلم مهندس لاشين، او اكتب واحد تاني اتاكد انك عايز تتكلم. لقيت المايك؟ تمام خلاص نجيب لك المايك. معلش يا جماعه اللي عايز يقعد معانا ان شاء الله عايز حد يدي المايك، لاشين المايك بس انا اشوف حضرتك فين. انا عارف انك السلام عليكم يا جماعه، لو الصوت واضح عندكم يبقى واحد تمام. بدايه طبعا حابب ان ارحب او اشكر يعني مش مهندس محمد عصمت على الرائع بجد والمبذول على مستوى المحاضرات اللي فاتت، وانا فعلا كنت واخد البي بي بي ام بي بربيشن. الصوت كده تمام؟ تمام. في الكورسات برضو فترة بسيطة يعني خلال 5 أيام، وكانت مضغوطة جدا، بس بسم الله ما شاء الله باشمهندس محمد هنا في تفصيل أكتر، في سلايد أكتر، ومتابعة بسم الله ما شاء الله عليه يعني. بالنسبة أول حاجة حابب أعرف على أنا مهندس بلاننج انجينير في مشاريع المحطات الكهرباء بقالي حوالي 6 سنين. شغال من خلال مثلا 4 سنين مع مين كونتراكتور، الكلاينت طبعا وزارة الكهرباء، و كان الاستشاري بتاعنا بجاسكو، ده برانش من بيكتل تمام. هما يعني مثلا يعني هما تقريبا بيطبقوا فعلا البي ام بي بحذافيرها في مشاريع محطات الكهرباء. وبالنسبة لا هنا في مصر، بالنسبة لمشاريع محطات الكهرباء اللي في مصر شغالين برونفيرسكس فعلا. فأنا كنت بتداخل مع باشمهندس محمد في نظام العقود بتاعتنا مع بنقدمها وفي التندرنج أو المستخلصات اللي بنقدمها الانفويسنج مع بيجيسكو والهيئه، كانت هي بتبقى عباره هو العقد لم صم، بس بنقدم طبعا فواتير حسب نسب الانجاز اللي بتبقى موجوده في الموقع، يعني اللي هو حسب الانستليشن مثلا الاستراكشر اللي احنا عملناه او الميكانيكال انستليشن او الالكتريكال لحد الكوميشننج والهاند اوفر. ففي بعض الايتيمز الموجوده في العقد عندنا بتبقى لمسم، وفي حاجات تانية بتبقى حسب الماتيريال او البريكيومنت. فعلا العقود عندنا بتبقى مختلفه شويه، في حاجات بتتحسب حسب اليونت ريت اللي احنا بننفذها وحسب اللمسم كماتيريال. بالظبط لو زاد التركيب، يعني احنا مثلا متفقين ان احنا مثلا هنورد ماتيريال معينه من الكربون ستيل مثلا بايبنج تمام، وهنركبها في الموقع، فبنبدا نتحاسب حسب الجنطه ال ويلدنج انش، فاحنا عملنا قد ايه لحامات في الموقع، يبقى كده ده ايه حسبنا باليونت ريت، ده مش فيكسد برايس، ده حسب الانجاز في الموقع.
اما بالنسبه للماتيريال اللي احنا بنوردها بيبقى ديت لمسم او فيكسد برايس. يعني مثلا احنا المفروض ان احنا بنورد طرمبات معينه من فيندور معين او كده، ديت بتبقى فيكسد، اتفقنا مثلا برقم معين احنا اتوردت لينا بنوردها للهيئه، بنوردها للاونر، فدي بتبقى فيكسد برايس. اما بالنسبه للانجاز اللي في الموقع ده بتبقى حسب اليونت ريت، فديت العقود اللي احنا يعني بتبقى المختلط بمين يعني بيبقى مختلط شويه من العقود اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بيرا بي 6 اللي احنا شغالين، اللي هي قبل ما ينزل اوراكل على طول، قبل مرافيرا اوراكل احنا شغالين بالمرافيرا 6 بالظبط يا باشمهندس. هو كوست بلس اورت فري دي بالنسبه دي حسب الانستليشن وور. اما بالنسبه للماتيريال ديليفري او ماتيريال اسف بروكيومنت ديت بتبقى فيكسد برايس. فعندنا نوعين، اي حته بقى عقود مختلطه ديت انا مش فاهم. احنا ما خدناهاش يعني في الشرح اللي احنا كنا بنكتبه، بس انا قصدي ان احنا هو عندنا نوعين من العقود، فممكن يكون هو ده قصدك في المختلط او ايه، ما مش عارف. فبس احنا عندنا نوعين للعقود، عقود للماتيريال وعقود لنسب الانجاز اللي هو الورك. تمام. بس الماتيريال طبعا لما اول ما بتوصل بنعمل لها حاجه اسمها ماتيريال دليفري ريكويست ديت خلاص اسف ماتيريال ريسيفنج ريبورت هو ام ار ار، بنقدم فيها فواتير بنحس يبقى احنا كده اثبتنا ان احنا استلمنا الماتيريال او وصلنا الماتيريال للموقع، نبدا نحصل على الفواتير بتاعتنا. هو العقدين مش منفصلين، هو عقد نوع، يعني العقد نوعين، نوع للماتيريال ونوع تاني للإنجاز. كده تمام. أنا كنت حابب بس بالظبط هو يعني العقد بتاعنا فيه جزء فيكسد برايس وفي نوع تاني اللي هو ولو في حد عنده استفسار ارد عليه. بالظبط هو زي ما باشمهندس طارق كان موضح، هي بنود توريد للماتيريال وبنود تانية للتركيب. احنا بالنسبة هو نفس الكونتراكتور المسؤول عن التوريد للماتيريال هو نفسه المسؤول عن تركيبه في الموقع، بس بنتحاسب بالنسبة للتوريد بنحاسب فيكسد برايس، وبالنسبة للتركيب بنحاسب حسب نسبة الإنجاز في الموقع. يعني مش فاهم قصدك يبقى عقد عادي ايه، بس هو دي طبيعة عقودنا يعني في الشركة. تمام.
ان في بعض العقود في بالنسبه للتركيب، في بعض العقود بالنسبه للتركيب ان احنا ما بن ما بينفعش نقدم فواتير الا اذا انهينا تركيب المعده او الماتيريال اللي احنا موردينها، بمعنى ان احنا ما ينفعش نقدم برسنتج للبروجرس اللي احنا قدمناه في الموقع. يا اما انت ركبت الماتيريال ديت في الموقع فتقدر تاخد الكوست بتاعها، او انك انت ما تقدرش تقدم، او ما تقدرش تقدم الانفويس بتاعها غير لما تخلصه 100%. فده اللي كان قصدي عليه، ان في عقود تركيبات لازم تنفذها 100% عشان تقدر تقدم الانفويس، غير كده ما تقدمش الانفويس. في الشركة عندكم بي ام بي يا باشمهندس كافيتين؟ هو البي ام بي عندنا هو تمبلت بتبقى موجودة عندنا، بنتعامل فيها مع بيجيسكو اللي هو الاستشاري، ومتقسم بقى يعني في اورجنايزيشن شارت، في بروجكت مانجر، في تحتيه بعد كده البروجكت السايت مانجر والكواليتي والبروجكت كنترول والكوميشننج او كده، وكلنا بنصب ناحية البروجكت مانجر في الاخر. و بس يعني اورجنايزيشن شارت بالظبط. طيب الله يكرمكم وجزاك الله كل خير، وطبعا متشكرين جدا على المجهود بتاع باشمهندس عصمت معانا طول الدورة، ومتشكرين طبعا على الفرصة اللي أنا دخلت يعني وحاولت أوضح نظام الشركة عندنا أو نظام الأوب بتاعتنا كانت عاملة إزاي. تمام كده، لو حضراتكم بقى ماشي. شكرا للمهندس لاشين، ربنا يجازيه خير، وصراحه يعني كلام جميل جدا، لكن انا ليا تساؤل. انا اللي انا شايفه ان هو عقد كوست بلس عادي، انت بتجيب الحاجه اللي بره وبتديني فاتوره، انت بالنسبه لك ده عقد كوست بلس. هو كوست بلس كده، بتجيب لي الحاجه وتقول انا اشتريتها بكذا، فانت مالكش مكسب منها، فدي اسمها كوست بلس. في انجازك بقى اللي عمل اوارد فيه، هو يعني هو ده كان كلام بعض الاخوه هنا، ان هم بيقول لك ان هو عقد طبيعي مش عقد ايه، هو كوست بلس اوارد فيه. ده مفهومي انا، هو مش فيكسد. فيكسد ده لو حضرتك هتشتري من المورد على طول، هو اشترى لك من المورد وما كسبش منك من العقد وجاب لك الفاتوره، وقال لك انا اشتريت لك كوست بلس. تمام، لما يجي يركب ده بقى الاوارد فيه، انجازه بقى للتركيب نفسه. ده كان رايي بعض الناس، وده رايي برضه، ان هو مش عقدين، ده هو عقد واحد ومش عقد مختلط، ده هو عقد بسيط اللي انا شايفه او اللي انا فاهمه، والله اعلم يعني ممكن يكون في توضيح تاني من حضرتك. ان هو اصلا الكوست بس كده، بشتري طباعه في الشغل بتاعي بس اجيب لك فاتوره بيها، غير بقى حضرتك لما اكون انا معاك انت وانت هتورد لي الترمبه، فانت بتديها بالسعر اللي انت عايزه، البروفيت بتاعك ايه؟ انون، مش معروف. يعني في كوست بلس انت مفيش بروفيت عندك في الماتيريال اللي انت جايبها، انت بتوريني فاتوره ان انا اشتريت لك مثلا الموتور ده من جي اي ولا من شركه من الشركات واشتريته لك بكذا، ادفع، ده كوست بلس. اورد فيه بقى ان انا فلوسي بقى اللي هو الاجر بتاعي نتيجه التركيب، نتيجه انجازي لايه؟ يعني انجاز معين، بيرفورمانس معين، والله اعلم. اجابه مهندس رشيم، تمام كده؟ ده وده اللي خلى بعض الناس تقول ان هو فعلا عقد طبيعي مش عقد ايه منفصل، وممكن يكون احنا في حاجه يعني احنا مش فاهمينها تكون عند حضرتك ممكن توضحها لنا ان شاء الله. طيب جزاكم الله كل خير، احنا عندنا النهارده دخلنا في 3 ساعات النهارده، وشكرا جدا 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 على يعني ساعه صدركم، ان احنا جينا قعدنا وسمعنا بعض. طبعا في ناس روحت تعبت، بقت 33 واحد بس اللي قاعد، فجزاكم الله كل خير، و ربنا يا رب ينفعنا بالعلم ده ونستفيد من خبراتكم. انا ندمان ان من الاول ما سمعتكوش، لان انا بصراحه في ناس ممتازه جدا جدا جدا، و
ان شاء الله المره الجايه ممكن نسمع اتنين تانيين واخد بال حضرتك ونستفيد من خبراتهم، محدش يتكسف. مانس طاهر التوخي، انت حضرتك عملت لي يعني شرفت صداقتك على الفيسبوك، واضح ان حضرتك عندك خبره جميله جدا ومشارك جامد في الشات، ربنا يبارك فيك. وان شاء الله المره الجايه يا باشمهندس طاهر التوخي تكون معانا ان شاء الله وتتكلم بقى نسمع صوتك، لان واضح ان انت من الاول انك داخل ايه سخن علينا. ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك خير، والناس اللي معانا كلهم ناس محترمه وناس كويسه جدا وخبراتهم عاليه. وطبعا قبل كل دول مهندس عوض يعني الراجل الفاكهه بتاعت الدوله بتاعتنا، ربنا يجازيكم خير جميعا جميعا كلكم. بقول لحضراتكم جميعا جزاكم الله كل خير. كنت عايز اسمع اصوات ناس كتير، معلش النهارده سمعنا اتنين، المره الجايه نسمع اتنين تانيين. طيب نسمع اتنين تانيين ونستمرش طلع موجود يعني. نسمع ان شاء الله اتنين تانيين ونستفيد بخبراتهم. وعلى المره الجايه كنا لسه بنتكلم برضو عن التوريد. انا مسؤول عن التوريد بسبب متفق عليه بالظبط. تمام يا باشمهندس هشام، تمام، ربنا يبارك فيك. المره الجايه ان شاء الله نسمع نسمع اتنين تانيين، وكنا لسه بنتكلم في البروكيورمنت، وبعد كده ان شاء الله برضو في الانتجريشن ممكن نسمع برضو اتنين تانيين. ربنا يبارك في الجميع يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يلا بقى كلنا يا جماعه عشان سهرنا كتير قوي. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده نصحى نصلي الفجر.